الكثير من المعلومات، القليل من وجهات النظر. مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في مصر وفي الوطن العربي الكبير. حلقه جديده وسهره جديده من هاتريك على اون تايم سبورتس كالعاده. فقره اولى مليئه بالاخبار والاحداث والقصص والتحليل، وفقره ثانيه مختصه بالتحليل للي حصل لمنتخب مصر، منتخب تحت 20، منتخب تحت 17. فقره دسمه جدا كالعاده مع النجم وليد صلاح الدين اللي هينورنا ويشرفنا بعد قليل باذن الله. منتخب مصر حافظ على سجل عدم الخسارة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وهو منتخبنا الأول، عشان عندنا ثلاث منتخبات في حلقة النهاردة. التعادل مع كاب فيردي زي ما حضراتكم تابعتم 1-1 أبقى على منتخب مصري بدون خسارة، وأبقى على منتخب مصري كمان كان الحقيقة على صعيد الأداء مع الفرق اللي كانت بتضيع مننا نقط كتير ما عادش ده موجود الحمد لله. يعني كل التحية والتقدير لكابتن حسام حسن ولكل القائمين على المنتخب المصري، لكن لازم نخش شوية في التفاصيل. وبالتالي نبدأ نفتح الفايل، ينزل لك المنيو تلاقي فيه طاهر محمد طاهر، وتلاقي فيه شيكابالا، وتلاقي فيه كمان ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عشان عندنا في كل واحد فيهم قصة من شكل. فتعالوا نبدأ مع بعض. ما لم تعرفه أو ما لم يخبرك به الإعلام تقصيرا مننا إحنا، يعني الإعلام نفسه أثر في هذه القصة عن طاهر محمد طاهر الذي تألق في مباراة مصر مع كاب فيردي. وتعالوا ناخد الحكاية من الأول، علشان طاهر قال بعد المباراة لأون تايم سبورتس: بعمل السنة دي اللي بعمله السنة اللي فاتت، لكن هو التوفيق. بس في تفاصيل لما أنت تعملها تكافأ عليها ولو بعد حين، وده اللي حصل. أغسطس الماضي اللعيبة في أجازة، واخدين تدريبات معينة، برنامج معين، كل واحد موجود في مكانه لاستعداد للسفر للنمسا عشان معسكر النادي الاهلي. طاهر فين؟ سالزبورغ. سالزبورغ بينضم لواحد من اقوى المراكز التدريبيه على مستوى العالم. على مستوى العالم. ايه الحكايه؟ الحكايه انه طاهر كان عارف انه معسكر النمسا اللي كان في اغسطس الماضي قبل الماضي كان هيبدا وينطلق مع الاهلي لفتره، وبعد كده الموسم هيتلحم بقى الماتشات ورا بعض. فقرر من تلقاء نفسه انه انا هسافر بدري اسبوعين عن المعسكر علشان ابدا ادرس الموضوع واشوف النواقص اللي كانت عندي، سجل اصابات قد يكون، نقص لياقه بدنيه قد يكون، انا هعالج كل حاجه. فكانت الصوره دي اللي كانت موجوده في سالزبورغ. وبالمناسبه في ناس احلوت على الصوره دي شويه يعني من الجماهير وقتها، انه طاهر وعم وازاي والاهلي وما الى ذلك يعني. كويس. المكان ده يا جماعه احنا بنتكلم بالظبط على تاريخ 20 اغسطس السنه اللي فاتت. المكان ده هو مكان APC، اختصار لاثليت بيرفورمانس سنتر، موجود في النمسا. المكان ده تم انشاؤه في 2005 وشغال معاه مجموعه من اهم الرياضيين على مستوى العالم. كويس. الرياضيين اللي بيخشوا المكان ده بيساعدهم مجموعة ضخمة من الخبراء في مجالات مختلفة زي الطب الرياضي والعلاج الطبيعي وعلم النفس الرياضي، الميكانيكا الحيوية وغيرهم وغيرهم، وعندهم مجموعة من المعدات الضخمة جدا علشان تقدر تحط الرياضيين تحت أكبر ضغط ممكن تحسبا اللي هيشوفوه على مدار السنة أو السنتين الجايين. هيظهر معانا ماكس فيرستابين، ده راجل سائق الفورمولا 1، أصغر سائق كسب هو ده في تاريخ الفورمولا 1 وهو عنده 17 سنة، وبطل العالم 3 مرات، راجل مشهور حتى للناس اللي مش متابع فورمولا 1 يعني. الراجل ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الناس كانوا حاطينه في أعلى مستوى ضغط ممكن تحسبا ان انت الرياضة بتاعك قد تتعرض إلى انحراف مثلا بالعربية ناحية الشمال شويتين ثلاثة، ممكن تتعرض لأنواع معينة من الخبطات مهما كان اللي هيحصل لك. المركز بتاع APC ده بيحاول يحط لك اكبر نسبه ضغط ممكن علشان يكون موجود. طبعا طاهر هنا موضوع التستنج ده بيتعمل للرياضيين مش بس في البري سيزون لكن طول الموسم، وبيتم رعايتهم بشكل فائق. فانت بتعمل معسكر قبل المعسكر. كويس. هتقولي الموسم اللي فات ما كانش شغال يا معلم، اوكي، بس في قرار عند لعيب، في منتاليتي ان وانت عارف انه بيرستا وحسين الشحات سايقين المكان ده، انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخد المكان. على نص الموسم جه قرار ان طاهر هيتجرب كمهاجم. لف بينا يا دنيا بقى، موديست، كهربا،
مين اول ومين تاني، اسامه وعلي خد المكان من الاثنين، مودست بقى تاني بقى تالت، لا كهربا اللي بقى تالت، الدنيا باظت. فكان كولر مطالب وانا مش عارف الميركاتو رايح على فين اجرب حاجه، فجرب طاهر. فشاهد ماذا حدث؟ مباراه منتخب مصر قدام منتخب كاب فيردي، ماتش طاهر، تحركات طاهر، القرار اللي مخليه النهارده في منتخب مصر واللي مخلي كولر شادي الموضوع. انا بص على اللقطات، طاهر شغال في ماتش منتخب مصر مهاجم، اسامه فيصل بينزل لك يا معلم علشان الصوره اللي بعدها انت رايح علشان تاخد تقطع ما بين الاثنين سردباكات، انت اسرع عندك حد اكبر بدنيا واقف على رجلك تمام من اغسطس قبل الماضي وحتى النهارده واقف على رجلك تمام. طب الاولى باظت نجرب تاني، تحضير جاي من ناحيه الشمال، فضي المكان لمحمد حمدي، محمد حمدي اللي دخل علشان طاهر يروح، تتلعب الكوره الصوره اللي بعدها لطاهر برضه داخل علشان يقطع من قلب الاثنين، يروح طاهر يستلم الكوره تكمل لحد الاخر خالص. ده الشغل فكره بنتها على لاعب اثبت انه جاهز. التالته نفس القصه، حمدي مدي الكوبري دخل للعمق، فين طاهر؟ ما بين السردباكين، اسامه ساحب واحد ناحيه الشمال عشان يفضي، برافو اسامه فيصل، الكوره عند طاهر استلم ثم في الشباك ليعلن هدف اول للمنتخب المصري. ده الشغل، مش عايز اكتر من كده. ده الشغل يعني، ده تعريف الشغل، فكره اتبنت مؤثره محتاجها المنتخب محتاجها الاهلي، بدنيا واقف على رجليك. مليون برافو شابو لمسيو طاهر محمد طاهر، ان صح التعبير، انجليزي وفرنساوي وكل حاجه جميله في الدنيا، منتاليتي عقليه تعليم، كل حاجه كانت موجوده عند طاهر فاستحق انه النهارده يكون الرقم واحد في كافضل على الاقل لعيب موجود في الجولتين في الدوري المصري، والاستحقاق بالانضمام لمنتخب مصر. على الهاتف واحد من اهم نجوم التدريب في مصر، واحد من الناس اللي دايما زي ما في مراكز اعاده تاهيل في بعض اللاعبين يحتاجون الى احمد سامي دائما من اجل العوده لسلم التالق من جديد، ويحتاجون لأحمد سامي لاكتشاف قدرات خاصة فيهم، حدث ذلك مع نماذج كتيرة جدا، عبد المنعم، مصطفى فتحي، عبد القادر، والقائمة تطول وتطول. يا كابتن مساء الفل عليك وأهلا بيك معانا ومنورنا ومشرفنا. ازيك يا محمود، يا أخبارك إيه؟ الله يخليك. والله وأنت كمان الله يخليك. إيه الأخبار؟ أستمتع بيك يعني. حبيبي كله كويس؟ كله تمام. الأول منتخب مصر قدام كاب فيردي والعمل الخاص من كابتن حسام على مدار الفترة الأخيرة، كيف ترى؟ انا قلت قبل في الاختيارات اصلا من البدايه، انا قلت كلام يعني اتبسطت جدا من قرارات الكابتن حسام، لانه ده بيعمل نوع من الحاله في الدوري ان اللعيبه بتطلع احسن ما عندها، لان ما حدش بعيد اوكي او مش حد يعني حاجز المكان حلو ووحش في الدوري بيتاخد زي الفترات السابقه. الفترات السابقه ما كانش فيه، كانت الاماكن محجوزه واي حد سواء بقى وحش في مع نادي مش وحش مع نادي بيلعب او ما بيلعبش بيجي المنتخب، وده طبعا كان امر مش كويس أوكي. بالنسبه للحاله يعني، لكن هو دلوقتي اللعيب يجتهد يعني المنتخب مفتوح. طيب حكايه ربيعه هي حكايه شبه حكايات انت عشتها كتير، يعني ربيعه اللي احنا ما شفناهوش فيه في الاول لما كان موجود معاك، اهم نقط القوة والضعف الموجودة بالنسبة للعيب في الوقت الحالي انت شايفه بأي طريقة؟ والله انا ربيع انا مراقبه من ايام ما كان في فيوتشر اوكي، كانش بيلعب كتير، فعملنا صفقة تبادلية، انا كنت محتاج سرد باك اشول لان المكان ده مش محجوز، عارف الفرق اللي بتبني الكرة من تحت بتبقى عايزة كل واحد على عدلته طبعا، ذات في السنتر باك، فانا كنت بدور على حد كان عندي حكم بس ما كانش بينفذ لي اللي انا عايزه يعني زي ما انا عايز بالظبط. فدورت على سيرد باك مميز ويكون سريع وقوي. ما كانش بيلعب، فعملت صفقه تبادليه مع فيوتشر. وكان عنده بس مشاكل في التمركزات، يعني التمركزات ما كانش واتجاهات الجسم ما كانش في كان فيها مشكله. ومناطق استلام الكوره ومناطق اللي بيبص فيها، يعني في بص في حاجات كده الموضوع في التدريب في حاجات كده تخصصيه شويه 100% لجميع المراكز بتبقى بشكل جماعي، انت كمدرب استراتيجيتك ايه، ان انت عايز اللاعب يستلم في مساحه ايه ويسلم في مساحه ايه طبعا، ده بيبقى بلان ايه، وبعدين بلان سي وبلان بي في تحضير الهجمه او الباص، خصوصا لما يكون في لينك مع نص الملعب. الحاجات كله بيجي بالشغل، دي برضو جمله طبعاً. مهمه. لا طبعا يعني انت عديت مشكلتين ثلاثه بس كله بيجي بالشغل.
اه بالظبط. انت كمان لازم تحدد للعيب المربعات اللي بيسلم فيها وبيستلم فيها، مربع ايه ده، مربع ده كذا، المربع ده كذا. وخصوصا ان كمان لازم ملعب التدريب، وده المفقود عندنا في بعض طبعا المدربين في مصر بيعملوها، لكن هو ملعب التدريب لازم يبقى اللي بيتدرب عليه اللعيب لازم يكون متقسم مربعات بشكل صحيح. معين، على اساس ان هو ده بتحفظ اللعيب التكتيك اللي انت عايزه في شكل اللعب من تحت او في الثلاث خطوط. ده يعني بنسهل الموضوع للعيب، وفي نفس الوقت بيدي احسن ما عنده، وفي نفس الوقت اللعيب اللي مش فاهم بيحفظ، صحيح. واللعيب الذكي خلاص بيستوعب. فانت بتتعامل مع العقليتين، اللعيب ممكن ما يبقاش ذكي بس يعمل له البديل ان هو يحفظ. مفهوم طبعا. طيب الشغل مع سموحه في الوقت الحالي خلى ربيعه جاي من ليفل علاه ليفل تاني ثم للمنتخب المصري، وطبعا انت عارف القصص اللي زي دي دايما هتلاقي ميركاتو يناير مفتوح، ربيعه موجود، انديه شركات، اهلي وزمالك، بيراميدز، الحاجات اللي شبه كده يعني. سموحه اغلق الباب امام اي عروض جايه الموسم ده، ولا في انفتاح على موضوع المساله عرض وطلب يعني؟ والله بص، يعني كل حاجه سابقه لاوانها. يعني اوكي. انا بالنسبه لي القصه كلها يعني بتبقى يعني اتصال مع الاداره ونشوف احتياجاتنا ايه ونقدر نعوض ولا لا كده. يعني الموضوع مش متاخدش ان انا باخد قرار منفرد، لا برضو الاداره الشركه معانا، لان هم برضو فكل شيء وارد. راس المال، يعني حته مفهوم. المال وان تغطي مصاريفك ونفقاتك. لكن هو في نفس الوقت هو لعيب مهم، واحنا بنتكلم في احنا معدينا جولتين بس في الدوري، صحيح صحيح. فدي حاجه كويسه ان يبقى عند اتنين من منتخب صابر وربيعه، وان شاء الله في ناس برضه يعني بوعدك يا محمود ان هتشوفهم بشكل كويس. احنا جبنا لعيب من درجه ثالثه، لعيب هيبقى برضه هيبقى كويس اسمه ايه؟ جدا، اسمه زيكا. اوكي. انا السبوره اللي ورايا دي، الشاشه دي معروضه للحاجات دي يعني، كل اسبوع شغالين عليها حاجات فنيه فقط لا غير يعني، فانت دوس واحنا معاك، طيب ماشي دوس واحنا معاك. طيب هاخد رايك في حاجات تانية سريعا. اتفضل. اولهم عبد القادر، طلعت افضل فيرجن موجود عند عبد القادر، رجع للاهلي، اختلافات في وجهات النظر، طريقه اللعب فيها سن زياده شويه في الترقيص او في المراوغه او ففضل عبد القادر ان هو يطلع تجربه في قطر، حتى الان هي ماشيه كويس. شايف عبد القادر قادر على العوده للمنتخب المصري من تاني، قادر على الرجوع للاهلي من تاني، ولا حاسس انه تغيير الاجواء كان مفيدا شويه وقت قدام شويه؟ لا، هي القصة كلها تدريب مدرب بس، لكن هي القصة ان عبد القادر من النوعية اللعيبة اللي هي مش موجودة كتير في مصر كويس. يعني، وفي نفس الوقت هو يستاهل يروح منتخب بالتأكيد طبعا. ما عندكش الشكل ده، بس على حساب مين يا كابتن؟ يعني في مرموش وتريزيجيه وابراهيم عادل، هتضحي بمين؟ انت في الاخر انت ايه محتاج؟ صفوف. انت منتخب مش نادي، انت محتاج صفوف. يعني ايه عندك في ثلاث اربع في المركز ثلاثه او اربعه، انت مصنفك كمدرب مين قبل مين؟ فانت عندك مرموش هو ظهر رقم واحد، ماشي، عندك تريزيجيه رقم اثنين، عندك ابراهيم عادل. ابراهيم عادل، عندك عبد القادر، هتختار مين عن مين؟ هتختار المهاره عن التكنيكال؟ ما هو انت هتختار ايه؟ انت عايز ايه مدرب؟ عايز مهاره عاليه في الفرقه اكتر، ولا عايز لعيبه تكنيكال يعني لعيبه بتأدي بشكل تكتيكي بشكل معين، قوه وسرعه وبس، لكن حلول فرديه انت مش عايز، عايز سيستم جماعي. انت كمدرب انت بتختار، لكن في نفس الوقت اللي بتقول لي اللي انا عايزه انا كمدرب، لا عبد القادر لازم يبقى موجود في هل المركز. محتاج مرونه شويه في تغيير المركز؟ يعني مثلا زيزو الناحيه الثانيه قعد فتره طويله ضحيه لوجود صلاح لحد ما تأقلم على مركز 8 مثلا، فلقى دخله للمنتخب المصري. حته صغيره كده اتفضل. اقولها لك، يعني اتفضل. في لعيبه ما ينفعش تفتح على الخط، في لعيبه لازم تشتغل لجوه، اوكي، او وينج بس لجوه. فعبد القادر من النوعيه دي. ليه بقى لجوه؟ عبد القادر اولا هو مرته عاليه، فانت في الزحمه يقدر يتصرف بشكل معين، يعني التكتيك اللي انت عايزه كمدرب. طب نمره اتنين، هو لما بيقابل الجون هو فينيشر كويس ولا لا؟ هو فينيشر كويس جدا، احسن من رصاص حرب عندنا كتير. طب هو سريع ولا لا؟ لا سريع طبعا، من الناس السريعه اللي مصنفه في مصر. طب انت عندك كل المقومات في لعيب، بلس بقى ان هو احترف فتره قبل ما يرجع الاهلي، فعنده حته يعني عارف حته التفكير الاوروبي شويه،
بيستوعب بسرعه، ذكي يعني، عنده. فانت بالنسبه لعبد القادر انا يعني احنا ما بنستفادش فيه في مصر صراحه، وفي نادي الاهلي ما استفادش بيه، ودي كانت حاجه مضايقاني، لان انت بتتكلم في لعيب جاب 14 جون معايا او 15 جون، حقيقي يعني انت يعني ازاي ما تستفادش بيه وانت بمقومات الاهلي دي كلها. لا مع وضع في الاعتبار برضو انه يعني الضغوطات كانت شويه عليه اقل، لكن مع الاهلي كان في تنافس كبير اقوى بكتير يعني، مع افريقيا ومع كاس عالم انديه، فالمسائل مختلفه لكن تظل مهارته موجوده طول الوقت يعني. لا مع عبد القادر هو تربيه نادي الاهلي اصلا، انا فاهم انا فاهم. انت الضغوط اللي الناس بتتكلم عليها ضغوط سموحه مش زي ضغوط الاهلي، لا هو عبد القادر متعود على الضغوط، هو تربيه نادي الاهلي اصلا. انت شايف المشكله عند كولر فقط لا غير يا كابتن احمد؟ يعني المساله انه كولر هو اللي موجود دلوقتي؟ طبعا. زي موسيماني، ما هو انت عندك موسيماني، يعني بعض اللعيبه اللي ما بتكلمش على كولر كمدرب، لا هي اختيارات يعني، لكن هو ككولر هو محقق كل حاجه، هو مدرب كبير. انا بتكلم على اختيارات، لان انت ما موسيماني انت فاكر خد بطولات كتير برضه، لكن هو حسن خلص على حسام حسن يعني، ما خلص عليه خالص يعني في الفتره بتاعت النادي الاهلي، لكن هي بالنسبة لكل مدرب ليه مقاومته. وانت خلي بالك في مدربين ما بتحبش اللعيب المهاري، ما بتستحملوش في الملعب يعني، يوصف احيانا بالانانيه شويه، بيزودها شويه وهكذا. يوصف لك لا هو بيتكلموا في حته واحده بس، مش الانانيه. الانانيه انت تقدر تقومه في الموضوع ده، لكن هي حته النواحي الدفاعيه. هو كل الناس بتتكلم عن النواحي الدفاعيه، برضه في ناس كتير حافظه مش فاهمه. في لعيب مبدع جدا بيديني 200% من النواحي الهجوميه، كويس، ما اقدرش اقول له ارجع 60% ادي لي الواجبات الدفاعيه، فانت بتكلف ناس معينه من النواحي التكتيكيه بتغطي جبهات بشكل معين انت كمدرب، لكن انا في الاخر عايز الميزه اللي عنده ان يخلص لي الماتش، فانت ما تشغلوش بان يرجع 70 يارده يدافع، دي برضو حاجه غريبه برضو يعني. فانت تقدر تستحمل لعيب مهاري، ما تقدرش تستحمل ثلاثه مثلا في الملعب، لان الثلاثه ما بيدافعوش، ففي المساحات معينه تقدر تخلي اللعيب يدافع فيها، يعمل الكاونتر بريسنج، بدل ما يعملوا الكاونتر بريسنج ده في 60 يارده يعملوا لي في 20 يارده ما الكره تقطع بس. مفهوم. اخيرا عبد المنعم، واحد من ابنائك اللي اشتغلت معاه لفتره في اول التجربه في فرنسا، كانت الامور غير مستقره لكن دلوقتي نمسك الخشب، واحد من اقوى الناس الموجوده في نادي نيس، اتكلمت معاه اتناقشت معاه، رؤيتك ليه الفتره الحاليه ايه؟ انا ما يعني ما يعني كان في مكالمه على الواتساب كده بس ماشي يعني، لكن هو في الاخر قلت له اوعى تزهق. اوكي. اوعى تزهق في الفترة الأولانية، قلت له اوعى تزهق، أنت هتاخد بس على الريتم، لأن الريتم بره مختلف عن الريتم بتاع الدوري المصري. الريتم عندنا ساعات في أندية كتير جدا ما عندهمش مانع يشتغلوا على الريتم البطيء واللعب بالعرض كتير. قلت له بره اللعب طولي أكتر. طبعا. اللعب طولي أكتر ده يعني بنتكلم في ضرب خطوط، يعني بنتكلم في ريتم سريع عشان أضرب خط. فده لازم تبقى أنت يعني إيه مركز 95,000%. ليه؟ لانك انت في كل وقت انت الخط الاخير ده بتواجهه بسرعه، يعني انت في اكشن على خطوط الظهر كتير بره، مش زي عندنا يعني بتقعد تدور اللعب كتير. صحيح. والكلام ده لا يعني، فقلت له اصبر، لكن ريتم عبد القادر يناسب الدوري برضه بره الاوروبي بجميع عبد المنعم. منعم طبعا يناسب الدوري، بس هو في الاخر يعني ايه، عرفت انت بتاخد طلقه نفسك. صحيح، التأقلم بس مش اكتر يعني، وده اللي حصل. بالظبط. انا عايز اشكرك على شغلك اولا الفتره الاخيره وما قبل الاخيره الحقيقه، يعني العمل اللي انت بتقوم بيه مع اللعيبه على الـ على الـ على الصعيد الفردي الحقيقه يا كابتن احمد حاجه ممتازه جدا يعني، يعني لا اذكر مدرب في الدوري المصري عمل الشغل ده مع لعيبه بعينها وكل مره كانت النتائج بهذا الشكل. فانا بشكرك بصراحه لانك بتقدم خدمه كبيره للعيبه نفسها، وبتحاول مع امكانيات متوسطه انك تطلع حاجه اكبر من اللي موجود، فالحقيقه العمل يذكر فيشكر الحقيقه يا كابتن احمد يعني. الله يخليك يا محمود. منشن على مين في يناير؟ قول لي بس. والله لسه يعني لسه ما بشوف يعني، ما هو خلي بالك اصل انا بقعد اراقب. انا عارف. ومعايا ناس بتساعدني برضو. انا عارف طبعا، انا عارف. برضو في الاخر انا بشوف حاجات رب يعني حتى من عند ربنا، بشوف حاجات يعني انا محتاجها في لعيبه ممكن تكون مستخبيه. يعني ايه؟ ما في الاخر انت عارف لو في لعيب بظاهر لكل مصر، في ناس بتحب البراندات، يعني ايه بتحب ايه؟ يجيب لعيب متمرس في الدوري. مين ما بيلعبش مثلا اهلي وزمالك، انت تقول لو معايا ده انا هشغله في سموحه يطلع نار من بقه. بس خلي بالك انت، لا عارف انا لو احتفظت باللعيبه دي سنتين
اللعيبه جات لي وطلعت عرب الظبط على طول، يعني جات لي ومشت على طول، ما قعدتش ما قعدتش معايا سنه او 6 شهور، كله حقيقي مشي على طول. انت عارف حقيقي لو سنتين بس، قول للعيبه اللي مشت معايا دي لو قعدنا سنتين بس هنافس على الدوري. لو قعدوا سنتين تنافس على الدوري. طبعا مصطفى اللي فات منك على عبد القادر، على كبير الوادي، طبعا. على مروان، على حسام حسن، كل دول ما قعدوش معايا اكتر من 6 7 شهور، ده ما قعدوش حقيقي. سنه بس بالكتير قوي. لكن انت لو قعدوا معايا المجموعه دي كلها في حته تانيه خالص. موافق يا كابتن، ومستنيك بقى نطلع السبوره نشتغل شويه حلوين على شغل سموحه وشغل كابتن احمد سامي، فمستنيك قريب ان شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك. الله يخليك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه، تعليقا على المنتخب المصري على عبد القادر وامور اخرى كثيره. طيب نتحول للمنتخب، منتخب روجيرو ميكالي. الفرق بيننا وبين المغرب هو فرق كبير، ملحوظ من خلال القايمه اللي هتنزل لحضرتك دلوقتي الخاصه بمنتخب المغرب عشان تتفرج على الاسماء عامله ازاي. احنا عملنا ده يوم الهوى، يوم الخساره اللي كانت ثقيله جدا الحقيقه لمنتخب 2008 قدام المغرب. لكن قائمه المغرب تحت 20 سنه منتخب بقى اللي هو يعادل منتخب ميكالي، يعني قادر تشوف الاسماء اللي قدامك على الشاشه دي والانديه، يعني مع كل واحد محترف في واحد محلي، او وسط كل 2 3 محترفين هتلاقي واحد محلي، يانيس بن شاوش، لا يعني نزل بقى الاسماء تباعا يعني للناس اللي موجوده. فانت بصص على الفرق دول مثلا 13 محترف، 7 محليين، واحد فران، واحد فتح الرباطي، واحد باريس سان جيرمان، واحد بيفرن البلجيكي، اكاديميه محمد السادس اللي هي تعادل النادي بره، اندرلخت البلجيكي، اتحاد تورك، وسط كل 2 هتلاقي واحد محلي. فتمشي تمشي مع استراسبورج، التشي، بولونيا وغيره 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 وغيره. بالمناسبه يا جماعه، في حاجه ليها علاقه بالثقافه بعد الشيء، مش الثقافه اللي هي قرايه الكتب، لا الثقافه اللي هي ليها علاقه انه الناس في المغرب بيسافروا على بلجيكا وعلى هولندا وعلى البرتغال وعلى اسبانيا وعلى اماكن كتير جدا. ثقافه الغربه موجوده عندهم بدرجه كبيره جدا، المسافه قريبه بينهم وبين اسبانيا، بينهم وبين البرتغال، خدوا على ان هم يكلموا كذا لغه، كل دي حاجات موجوده بتساعد على انه الناس اللي بره القاعده كبيره جدا جدا. والجامعه الملكيه المغربيه استفادت من وجود كشافين، كل دوله ليها كشاف او 2 يلقط اهم المواهب، دي حاجه خارجه عن الاراده. لكن في نفس الوقت انت بتحاول تعوض ده بقيمه ميكالي، يعني معادل القوه الحقيقي. انت لو بصيت على تشكيل منتخب مصر تعرف كم واحد فيهم؟ محمد السيد، كاباكا عشان شفته مره، تعرف كم واحد فيهم؟ لكن الرجاله دي كلهم محترفين، اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، واللي بياخد دقايق في اوقات معينه، اللي بياخد دقايق لعبه في الدوري المحلي، الدنيا عامله كده، معروفين يعني، النص معروفين يا سيدي. لكن اللي عندك اللي موجود هنا تعرف بالكاد 1 أو 2 أو 3. ميكايلي بيعوض بقى الفرق الموجود ده. تعالوا الاول نعدي على اللقطات عشان نبقى قادرين نفهم مع بعض هي المشكله فين. المشكله ما بين المتاسس واللي مش متاسس صح، واللي بيحاول ميكايلي انه يشتغل على التاسيس ده بعد شغل كابتن وائل رياض. الراجل تعب مع الفرقه دي، انك بتاخد من تحت الصفر، بتاخد وتشيل وترفع لغايه ما تعدي الصفر، بعدين جبت واحد تاني اكثر خبره بعض الشيء لكنه بيحاول يزق للليفل اللي يوازي ده. فتعالوا نبص مع بعض. بدايه المباراه منتخب مصر بيحاول يحضر، وبعدين انت ما عندكش حل فتك الطويل دقيقه 5، اللي بعديه بتحاول تحضر تاني ما عندكش لاعب عمودي، فشلت الامور مفيش اي حاجه في الدقيقه 7. ايه الحل اللي موجود قدامي؟ نفس القصه تقريبا، تك الطويل بلا هدف. فبيكايلي وقف بقى في دقيقة 29، جاب كاباجا لعيب الارتكاز، جاب السيرد باك البستاني البستانجي، وجاب كمان اللعيب رقم 18 محمد السيد. بدأ يكلم معاهم، لا مش هينفع، لازم تطلع بالكرة من تحت، أنت ليه خايف؟ الخوف هنا مبرر، إن اللعيبة دي خايفة الكرة تتقطع. هو بيشاور لكاباجا ارمي لقدام، العب لقدام، العب بالطول زي ما كان كابتن أحمد سامي بيقول. فاللي بعدها على طول فتحوا الاثنين، كباكا جاي علشان يستلم، فاستلم كباكا ثم يلا بينا بقى، يلا بينا بقى على الارض، يلا بينا بقى اطلع بالكوره في الدقيقه 35 بعد الكولينج بريك ده، اطلع على الارض، اطلع على الارض ما تخافش، اطلع على الارض هتلاقي مساحه وهتعرف تعدي. فكانت اول هجمه للمنتخب المصري حتى لو كان الفينش سيء، بس خدت خطوه، طلعت بالكوره من قدام. هنا بقى اهدى، برافو، من لمسه من رجل للرجل، برافو، حلو، ممتاز. نقف بقى هنا، نقف بقى هنا لو ممكن، نقف بقى هنا.
الكوره ضربه ركنيه لصالح منتخب المغرب الدقيقه 39 من زمن المباراه. الكورنر ده هيتلعب ويفتح بقى قوسين الفارق ما بين المتاسس واللي مش متاسس، ومش هقول اسماء عشان احنا مش بنخبط في اسماء. الفرق ما بين لعيبه بتجري في المساحه من اجل لا شيء، من اجل لا شيء خالص، والتاني اللي لما الكره بتجيله هو عارف كويس هو هيعمل ايه. نشاهد بقى هذا المسلسل مع بعض. اتفضل يا فندم. كره بالعرض اتقطعت ليه؟ واحد من لعيبه منتخب مصر بتجري فين بلا هدف، بلا هدف، فبتتاخد منك اللي معاك بوش الرجل حافظ عرضيه قلشه تك تك جون 1-0. تاني تجري فين بلا هدف، باصي لا بلا هدف، رمي التماس هات الكوره تمام كمل بتاعت رمي التماس، ها ها لفين ده لفين ولا حاجه، ايه طيب ما ولا حاجه، خد منك الفاول هتكمل في اللي بعديه بلا هدف، مكيري تاني يا جدعان يا جدعان. دي 44 كل بقى القادم ده هتلاقيه بهذا الشكل، تجري تحرك تحرك، فردي 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 فردي، مقطوعه. لما قطع بقى، لما قطع رجاله اوروبا خلاص هو عارف كويس هو بيعمل ايه، تضيع او ما تضيعش ده موضوع تاني، بس هي النظريه ان انت بتجري وبتتحرك بدون هويه من غير ما ترفع وشك لفوق. بالمناسبه ده خوف، ده خوف، ده مش مكيلي ده خوف. ليه؟ لانه لما جابك وقعد يزعق واعمل واشتغل عملت، يبقى انت عندك بس خايف، بس مش متعود. قطع منك الكوره تك 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 وصل للمرمى، دي ضاعت، اللي جايه هتلاقيه موجود. يعني الراجل هتلاقيه في اخر تلتايه مثلا عامل عليك شغل جبهات 3-2 اوفرلود على ناحيه لغايه ما قدر يسجل الجون التاني. نفس الموضوع، كل بقى اللي جاي قدامك ده هتلاقي الاستلامات الباس بلا هدف، اخطاء فرديه مرعبه مرعبه. هو التاني عارف المرتده، عارف يشتغل فيها، عارف يتصرف، كل مره بيلعب على الغلطه بتاعتك في الباس زي ما انت شايف كده، رايح بالمرتده لحد ما هيجيب جون، لحد ما في مره هتلفق معاه. فكان هذا ما حدث. ادي 3-2 زي ما قلت لحضراتكم، ادي مره واحده، وهتلاقي اللي بعدها اختها، دي تم انقاذها، هتلاقي اللي بعدها اختها، نفس الثلاثه رايحين هم الدقيقه 67 نفس الموضوع، 3-2 فضل يدور الكوره لغايه ما فتح ناحيه الشمال، عمل الاوفرلود هنا، نقل الناحيه الثانيه لغايه ما فضل الباك الشمال عرضيه جون. كان بقى الناس اللي هناك راحوا على ايام البعيد اللي ناحيه اليمين، فكان من الطبيعي انه العرضيه جون 2-1. فده هو الموضوع، مكيري بيحاول، اللعيبه في كواليتي موجوده عندك تشتغل عليه، لكن لازم تمرس، لازم ممارسه كتير، لازم تحديات كتير. ان شاء الله نكون موجودين في كاس الامم، ان شاء الله المنتخب ده ينور واللعيبه دي تتغلب على كل الاخطاء اللي موجوده. طيب نخش بقى في الشان المحلي في الدوري اكتر، لانه الحقيقه مبادره ممتازه جدا من لجنه الحكام، مبادره ممتازه جدا. الحكام نازله مع الرجعه مع تغيير اللجنه، الحكام دي نازله فين؟ على الدوري المصري، انهي مباريات بتاع لعيبه الدوري المصري. اذا الحكام دي لازم يكون عندها الحد الادنى من معرفه لاعبي الدوري المصري وطرق اللعب في الدوري المصري عشان يبقى عنده ادراك حتى ولو للثقافه العامه، بس مهم انت نازل عارف اشكال اللعيبه، عارف طريقه اللعب، عندك ادراك للامور، زي المعلق اللي بيحضر للمباراه، زي المذيع اللي بيحضر للمباراه. وبالتالي تم استدعاء واحد من المحللين الشباب علشان يكون موجود مع الحكام دول لفتره من الزمن علشان يستعرض كل التشكيلات الخاصه بالفرق الموجوده في الدوري المصري. كان هذا هو صديقي العزيز ومحللنا محمود شاكر اللي طبعا كان مشرف على هذه القصه واللي معانا على التليفون. يا محمود مساء الخير عليك، واهلا وسهلا بيك معانا في هاتريك. مساء الفل عليك يا محمودي، ومبسوط طبعا كالعاده بوجودي معاك، ويوم النهارده كان جميل جدا، ويا رب بس يكون فيها اي استفاده لكل المنظومه ان شاء الله باذن. احكي لي بقى بالتفصيل الفكره جت منين؟ استمرت قد ايه؟ بتشرح ايه بالظبط للحكام؟ احكي لي كل حاجه. طيب تمام، هو الكابتن ياسر عبد الرؤوف تواصل معايا من حوالي 4 أو 5 ايام، كان بيكلمني عن الفكره ان هو عاوز يعمل محاضره
بالفيديو لكل الحكام اللي موجودين في الدوري الممتاز او منظومه الحكام كلها، بحيث ان احنا نتكلم عن طرق اللعب بتاعه الفرق. ممكن حد هنا يجي يقول لي طب ازاي هو مفيش غير ماتش او ماتشين اتلعبوا في نفس الوقت، طريقه اللعب هي مش شرط تكون بنفس كل مباراه نفس الطريقه، اكيد مثلا فاركو لما يلعب حرس الحدود غير لما يلعب بيراميدز غير لما يلعب الاهلي، الامور دي بتختلف. بس في حاجه محمود اسمها النمط او الشكل اللي بتوصل على الاقل منه لهويه الفريق، تمام، 60 او 70% من الشكل اللي بيتكرر. كويس. فمهم جدا اللي بيحصل ده ليه، هو ده السؤال المهم، اللي حصل ده ليه؟ لان ببساطه شديده قرارات الحكام بتتاثر بشكل كبير جدا لو الحكم بعيد عن اللعبه، فلازم الحكم يبقى عارف على الاقل طريقه اللعب. وبالمناسبه ده بيحصل في الدوري الانجليزي، ان دايما بيحصل الاجتماعات دي او بيحصل في المعسكرات ان دايما محللين اداء بيجي يتكلموا. ايه الموضوع ببساطه شديده؟ ان مثلا هديك مثال، فرقه زي فرقه النادي المصري هي اكتر فريق موجود في اول جولتين بينقل الكوره، بيفضل ماسك الكوره وينقل عدد باصات كتيره جدا، الاختراق بتاعه دايما من العمق، بتلاقي احمد عيد بيعمل بيخش كجوه كباك جوه مثلا زي الحركه اللي كان بيعملها ايرفين كلوب لما كان بيدخل ارنولد كانفرتد باك يدخله في نص الملعب ويحاول يملى اكبر عدد من اللعيبه في عمق الملعب لغايه لما تتفتح الطرف ويطلع الكره على الطرف، سواء اذا كان لميدو جابر او الناحيه الثانيه الفخر كوز. الحكم هنا ما ينفعش يكون في وسط الملعب. نفس الكلام مثلا على فرقه زي طلائع الجيش، طلائع الجيش فرقه ما بتحضرش من تحت راسها، كل اللي بيحصل ان هم دايما في اعتمادهم ان هم بيلعبوا على الكوره العاليه لجودن شيكا اللعيب رقم 2 اللي هو الفيرويد، بالتالي الكوره الثانيه دايما بتنزل فين يا محمود؟ هتنزل في وسط الملعب، فمجرد نزولها هو نص الملعب او عند الخط هيحصل الخناقه بقى بتاعت الكوره الثانيه، اذا تمركز الحكم لازم هنا يبقى ليه حاجه معينه. فكل اللي احنا عملناه ان احنا قعدت طبعا ما بننامش اربع خمس ايام بتفرج على ال 18 فرقه اللي كانوا موجودين في الدوري، قدرت ان انا اجمع كل الاشكال النمطيه اللي بتحصل في طريقه الخروج بالكوره، نفس الكلام برضو لما بيحصل كاونترز لما بيحصل هجمات مرتده ازاي بيتلعب على اني لعيبه واني لعيبه دايما اللي بيحصل معاه احتكاكات كتير، مين اكتر لعيب بيمسك كوره في وسط الملعب للفرقه دي او للفرقه دي، مين اللعيب اللي في بعض الاوقات لما بيفقد الكوره بيبقى عنده بعض الحاجات المتهوره اللي ممكن تؤدي لحاجات كتير. نفس الكلام برضو الكلام ده على الكور الثابته، زي ما انت شايف طبعا الكور الثابته دلوقتي مثلا نادي الزمالك والنادي الاهلي ازاي كل واحد فيهم بيعمل بلوك عشان خاطر اللعيب الكوره تتلعب في ظهره، وبيحصل احتكاكات كتيره. فرقه زي مودرن ازاي ان مودرن فيتشر كل الفاولات كل العفوا الكورنرات بتاعتها بتتلعب على العارضه القريبه ولسه جايبين هدف في المباراه الاخيره، نفس الكلام برضو من نفس الطريقه وبيحصل احتكاكات كتير. فاحنا كل اللي بنحاول نوصله ان احنا بنقول للحكام او بنحاول نوصل للحكام الشكل او الهويه بتاعت الفرق بحيث التمركزات تبقى جيده جدا عشان تخلي طيب الفرق. رد الفعل بقى يعني ما في اللي هو ايه احنا عاملين سيشن يا جماعه تمام اروح اقعد في اخر كرسي ورا واقعد لحد ما السيشن يخلص وتمام، وفي اللي هو لا انا هسال وهقول وهكتب وهعمل اخبار السيشن ايه بقى من وجهه نظر الحكام نفسهم؟ والله انا بصراحه انا يعني انبهرت برده فعل الحكام. اول حاجه انا لقيت الناس كلها مركزه بشكل كبير جدا، ولقيت الناس وانا بتكلم وبشرح لقيتهم هم كمان بعد تاني او تالت ماتش يقولوا لي ايوه بينزل يسحب المساك عشان تتلعب الكره في ظهره، فبدا يبقى في تفاعل. خدت بالي ان الحكام عمالين يكتبوا نوت كتيره جدا لما اجي اتكلم. انا طبعا كنت بستعرض التشكيله قبل كل فيديو لكل فرقه وبتكلم بقول دي التشكيله بتاعت اخر مباراه، والتشكيله دي يعني مش قران يعني، لا ممكن عادي تلاقي ان ده ينزل المكان ده بس هتلاقي طريقه، لكن الطريقه الشكل المتوقع اللي انت هتشوفه يعني بالظبط كده، واهم اللعيبه ومين اللعيبه اللي بتلعب عليها. يعني مثلا فرقه زي غزل المحله كل اللعب مثلا بيبقى موجود على عبد الوهاب ومحمد جابر الباك رايت، اللعب كله بيبقى مايل ناحيه الطرف اليمين في بعض التحولات دي كلها احنا بنتكلم فيها. لقيت الحكام بصراحه يعني ما زهقوش، انا قعدنا في المحاضره 3 ساعات يا محمودي قاعدين بنتكلم على 18 فرقه. الحمد لله الفيدباك من الناس كلها لحارس، حتى في كذا حكم يعني جه يتكلم معايا قال لي والله دي من اكتر المحاضرات اللي كانت ممتعه بالنسبه لنا في المعسكر كله، لان دي حاجه احنا ما اتقلتناش قبل كده. وبرده الكابتن ياسر عبد الرؤوف بصراحه يعني عامل شغل كبير وواضح ان هو مرتب مسهل حتى كمان من قبل. ونتمنى في الاول في الاخر يا محمودي والله احنا نحاول نساعد اي حاجه تفيد المنظومه، وان شاء الله بالتوفيق للجميع يا رب. يا مسهل الحال. انا بشكر كابتن ياسر عبد الرؤوف، خطوه ممتازه بصراحه، يعني اولى الخطوات الممتازه في سبيل الاصلاح والتطوير،
وبشكرك على اجتهادك جدا جدا. انا عارف مدى التعب انك تحضر شغل زي ده عامل ازاي يعني، وبشكره على اختيارك برضو لانك واحد من اشطر الناس في هذه القصه، ويا رب الجاي يكون احسن باذن الله لمنظومه التحكيم في مصر. شكرا شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب الكابتن ياسر عبد الرؤوف. طيب نخش محليا اكتر، لانه الزمالك، الزمالك بيلعب مباراة مع النصر الليبي، مباراة فيها فلوس كويسة حوالي 750 ألف دولار طبقا لمصادرنا في مصر وفي ليبيا، وصل إلى هذا الرقم. هل الرقم ده كويس؟ آه. ليه كويس؟ الإسماعيلي خد في الاحتفالات المئوية حاجة 500 وحاجة 150 في مباراة تانية، حاجة في قطر، حاجة يعني لفة لفة، فده الموضوع. الأهلي مليون أو مليون وي مع أهلي جدة في مباراة اعتزال تأجلت لكن شوية وتتلعب. فان الزمالك يكون بين البنين مسافه كويسه جدا. لا انت النهارده براندنج الاهلي، ولا انت نزلت لغايه الليفل اللي تحت خالص. السعر معقول جدا، يستحق ان الزمالك يخصص وقت ويسافر، بخلاف القيمه. القيمه اللي هي ايه؟ قيمه وجود واحد زي كابتن خالد حسين كمونه، واحد من اهم اللعيبه في ليبيا، من اساطير نادي النصر، من اللعيبه المهمه جدا في مهرجان اعتزال، طلب ان يكون في شيكابالا. نبدأ بقى الكواليس. الراجل في تحضير المباراة طلب إن شيكابالا يكون موجود، اشمعنى؟ قال لهم أنا عايز صورتي مع شيكابالا، الصورة دي مهمة بالنسبة لي. فلما جه وقت المباراة ووقت إعلان التشكيل، التشكيل كان فيه إيشو. فالراجل اتكلم مع كابتن عبد الواحد وقال لهم يا جماعة، يعني مع كامل الاحترام والتقدير، الجمهور في ليبيا يعرف شيكابالا. دي بقى اللقطة اللي عايز أقف عندها. جمهور يعرف شيكابالا، وانا عايز صورتي مع شيكابالا، وعايز المشهد يكون فيه شيكابالا، لانه اهم نجم من حيث القيمه موجود بالنسبه للجمهور الليبي وبالنسبه لي. فتم اشراك شيكابالا من بدايه المباراه. ده اللي حصل. النقطه بقى في حاجتين. اول حاجه، هل ده عيب؟ يعني واحد عامل مهرجان اعتزاله هو بتاعه هو، وعايز كابتن الفرقه الثانيه، اكتر حد بيحبه حتى لو على الصعيد الشخصي، يعني نفترض ان شيكابالا ده ما هوش نجم اصلا، بس هو كابتن خالد بيحبه، فمن فضلكم ده اليوم بتاعي، فانا عايز شيكابالا يبدا، هل ده عيب؟ الحاجه الثانيه، سامي الجابر واحد من اهم اساطير الكره العربيه كان بيعمل مهرجان اعتزاله كويس، ففي الدعاوي كان عايز برشلونه، برشلونه كان عايز المباراه 2008 اظن قبل اليورو، مش هينفع. جاب مانشستر يونايتد وتم الاشتراط على يونايتد ان يجي بكافه نجومه. فالصور مع مين؟ مع كريستيانو، مع واين روني، مع نجوم مانشستر يونايتد التقيله. خد يونايتد 2 مليون دولار، شوف بقى وقتها 2008، عشان خاطر المشاهد دي، عشان ده يوم اعتزال سامي الجابر. هل كان ده عيب او حرام او في مشكله من اي نوع؟ لا. ارجع بقى للراجل نفسه مع شيكابالا ساعه النزول، وشيكابالا لما كان خارج، هو خد اللقطه اللي عايزها في اليوم ده. ده اللي حصل. فاللقطات دي بالنسبة له هو سوبر. بعيدا بقى شكلها كويس مش كويس، حالته البدنية، حالته الفنية، ده يوم اعتزال يعني. ماتش اعتزال. الحاجة بقى التانية اللي صعبة جدا بصراحة. صعبة جدا جدا. أثناء المباراة وتحديدا بعد المباراة. كويس. زميلنا المراسل الليبي أنيس القواس نسب إليه بوست أو تويتة انتشر كالنار في الهشيم، مفادها إن الراجل ده بيقول، يعني ماسك مايك، الصورة ممكن تنزل، ماسك مايك وبيقول يا جماعة إنه نادي الزمالك هو من طلب إنه يلعب مباراة النصر الليبي، وتم عرض اسم شايفين الصورة؟ الراجل ماسك المايك وكأنه في الرسالة دي، الصورة دي هو اللي بيقول. كويس؟ أنا عايز يا جماعة الأولانية بعد إذنكم، أو اللي فوق دي بالظبط. مراسل الوطنية، الزمالك هو من أرسل طلبا لنادي النصر الليبي للمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين، كنا عايزين الإسماعيلي لكنه رفض، فلم نجد سوى الزمالك الذي طلب لعب المباراة. تنتشر زي النار في الهشيم، وتضطر إن الراجل ينزل بالصورة اللي تحت، أنيس قواس، هذا التصريح غير صحيح ومفبرك، الزمالك حل ضيفا عزيزا بدعوة وتنظيم ليبي كخيار أول لقلعة رياضية كبيرة. انت عارف يعني ايه ينسب تصريح لمراسل ليبي ماسك المايك ومقوله كلام هو ما قالوش وينتشر ده زي النار في الهشيم؟ انت عارف ده معنى ايه؟ انت عارف معنى العالم اللي موجود على السوشيال ميديا بقى عامل ازاي؟
انه الراجل ده لو هو مش متابع سوشيال ميديا في مصر، لو عايش في الهند مش موجود اصلا، كان هيعرف الكلام ده؟ كم واحد من اللي شغالين في الاعلام ينسب اليهم تصريحات ضرب لحاجات هي ما قالوهاش، وتلاقي نازل على الديجيتال و5000 لايك و20000 لايك والكلام ده كله. انا ما اعرفش ازاي ده يتحجم، بس ده اصبح كارثه واصبح مرض سرطاني مزمن بيضرب كل الناس. انا معايا على التليفون صديقنا العزيز الاعلامي طبعا انيس قواس، نتكلم معاه عن هذه القصه. مساء الخير يا فندم ومنورنا وشرفنا على اون تايم سبورتس. طيب يرجع لنا من تاني باذن الله. مش ممكن ده لمراسل ليبي، كميه الضرب اللي بيحصل في حاجات زي دي لمدربين، للعيبه، لمديرين كوره، لاعلاميين، لمحللين، لمعلقين، على كلام ما تقلش وينتشر. معانا الزميل انيس قواس للتعليق على هذا المشهد الذي كان مؤسفا الحقيقه يعني. مساء الخير يا فندم ومنورنا ومشرفنا على اون تايم سبورتس. مساء النور زميلي محمد المحمودي، شكرا جزيلا لك اكيد ولكل العاملين في قناه اون تايم الشهيره والمعروفه ولها جماهير كبيره جدا في ليبيا، وكذلك الشكر لبرنامج هاتريك. نقول لك زميلي محمد بان لديه شعبيه كبيره لما يتسم به من الحياد دائما وما يقدم من ماده دسمه ورائعه. شكرا لك، شكرا جزيلا. اولا عايز اعرف رد فعلك بعد ما شفت الصوره اللي انتشرت، لانه انتشار زي النار في الهشيم بتصريح بصوره ليك وانت ماسك المايك وبتقول كلام لم يقال، فعرفت ازاي الاول ورد فعلك كان عامل ازاي؟ انا والله تفاجات صديقي محمد بهذه بانتشار هذه الصوره اللي كانت للاسف نقول مفبركه، وكانت اليوم المباراه تواصل معي الكثير من الاصدقاء والزملاء اكيد في الاعلام المصري المحترم اللي دائما لديه المصداقيه والبصمه الحقيقيه، وحاولوا معرفة حقيقة هذه الصورة، ولكن ما أؤكد من خلال حضرتك وبرنامج هاتريك بأن هذه الصورة غير صحيحة وأنها مزورة بالفوتوشوب. الصورة كانت من تغطية قناة ليبيا الوطنية لنهائيات الدوري الليبي العام الماضي في إيطاليا، تحديدا في مدينة روما، وهذا ما جعلني على عبر فيسبوك أكتب و أنفي الخبر مباشرة، وزاد مما زاد رقعة أكيد التواصل حتى نوضح للناس يعني هذا العمل السيء. نادي الزمالك حل في ليبيا ضيفا عزيزا وسط أنصاره وجماهيره وأحبائه كأحد القلاع الكبيرة في مصر العزيزة الغالية ذات التاريخ الكبير في كرة القدم. نادي الزمالك شرف ليبيا بنجومه السابقة وببعثته وإداريه ولاعبيه وكل من حضر إلى مدينة بنغازي، وما هي أستاذي محمد إلا مرحلة أولى إن شاء الله من التعاون الكبير، خاصة وأن ليبيا الآن تزدهر بشكل كبير جدا على صعيد البنية التحتية والملاعب، وحتكون إن شاء الله يعني كملعب بنغازي، والشركات المصرية موجودة تماما. فهذه الموضوع أكبر من أنه هو يكون يعني عبارة عن استدعاء فقط، هذه أصول، وليبيا تنهض بعد فترة صعبة وتحتاج دائما لأشقائها وتحديدا للشقيقه الكبرى مصر في التعاون في مختلف المجالات اكيد. هل في مباريات اخرى قادمه بهذا الشكل؟ يعني يتم الدعوه للانديه المصريه بهذا الشكل لو عندك معلومات؟ نعم، بالنسبه لاتفاقيه نادي الزمالك زي ما قلت لك، يعني نادي الزمالك لديه قاعده جماهيريه غير عاديه في ليبيا، يعني في كل المدن الليبيه متابعين لنادي الزمالك والكره المصريه اكيد والنادي الاخر نادي الاهلي المصري، ولديهم انصار بشكل كبير جدا، يعني ليس بغريب علينا لما انت تكون حاضر وموجود وبتابع شيكابالا وغيره. فهذه هي يعني حتى الاتفاقيات اللي كانت بين نادي النصر الليبي، النادي الاهلي طرابلس، الاهلي بنغازي، الاتحاد، دائما هناك تعاون بين الانديه الليبيه والمصريه على مدى التاريخ، وهذا امر ليس بغريب او جديد. فالاتفاقيات القادمه لدينا زي ما قلت لك، ليبيا تنهض، لديها الكثير من الافتتاحات، حنكون على موعد مع افتتاح ملعب بنغازي ان شاء الله بمواصفات عالميه خلال الفتره القادمه، في حيكون احد الانديه، وهذه المفاجاه نتركها للجمهور المصري ان شاء الله بانه سيكون حاضر في ليبيا. لدينا اعتزال الكثير من الاسماء في العاصمه طرابلس مع عوده الملعب اللي خاضت فيه ليبيا ومصر والانديه المصريه الكثير من المباريات، ولنا دائما عوده في نادي مصري جاي تقصد؟ نعم، في نادي مصري جاي قريب؟ نعم، في نادي مصري حيكون جاي قريب، وفي نادي ان شاء الله حتى المنتخب المصري حيكون حاضر
في احتفاليه وكرنفال كبير مع المنتخب الليبي خلال الفتره الجايه. ده امتى بقى؟ تاريخ الافتتاح امتى؟ امتى يا انيس؟ نعم، تاريخ الافتتاح امتى؟ ملعب بنغازي حيكون ان شاء الله مع نهايه هذا العام ان شاء الله. نهايه هذا العام هيكون في فريق مصري ويكون في منتخب مصر. شكرا، نوصل من خلالك للدعم لكل اللي يعني محتاجين مصريين معانا، مش مثل هكذا امور اخوي محمد حتأثر يعني ان شعبيه الاهلي ولا شعبيه الزمالك ولا هذه اللجان اللي تعمل للاسف على انها هي تقطع تواصل الجماهير والنهضه اللي قاعده تصير. نحن نستنبط من الحضاره والنهضه المصريه الكثير، فمحتاجين دائما ان يكون على التعاون. حتى حضرتك انك انت تزورنا في ليبيا هنا ان شاء الله باذن الله وكل اسره البرنامج، ويكون هناك تواصل ليبيا باذن الله تنهض وبحاجه زي ما قلت لك لاشقائها وتحديدا شقيقها الكبرى مصر. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا اولا وعلى كلامك الجميل في حقنا. احنا ناس اتربت على جيل ليبيا التاريخي بطارق التايب بجهاد المنتصر، حتى لو كانت الذكريات بالنسبه لنا قريبه بعض الشيء مع طارق التايب، لكن في النهايه استمتعنا بنجوم ليبيا واستمتعنا بواحد من كبار المعلقين زي حازم الكديكي اللي صوته علم في مباراه مصر وايطاليا. فانا بشكرك شكرا جزيلا وباكد لك انه العلاقات والحب والدعم دائما موجود، وشكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا لك شكرا جزيلا. الاعلامي انيس قواس اللي كان مهم يرد بنفسه على هذه القصه وينفى الامر تماما. موضوع محتاج حلقات ومحتاج كلام كتير ومحتاج اجتهاد وتعاون ورغبه من الكل علشان ينتهي هذا السرطان تماما، سرطان السوشيال ميديا المؤذي الى هذه الدرجه. طيب تعالوا نطلع على فاصل ونرجع من الفاصل نستقبل كابتن وليد صلاح الدين اللي هينورنا ويشرفنا ونبدا الكلام معاه في متعه كره القدم والتحليل الخاص بكل المنتخبات ونفند اوراق كتير معاه على الترابيزه، فخليكم معنا ولكن بعد الفاصل. منتخب مصر زي ما مباراة كاب فيردي كانت أول مباراة بتصميم الزي الجديد، كانت برضو بتشكيل جديد ووجوه بتشارك لأول مرة، منهم صاروخ بيحمل اسم طاهر محمد طاهر، أرقام حسام حسن المميزة مع الكبار والسقوط الصادم للصغيرين، كل ده في حوار أكتر من ممتع مع أمير الموهوبين كابتن وليد صلاح الدين في هاتريك. حان وقت المتعة، متعة وجود وليد صلاح الدين الذي نعشقه لما بيقوم ويشرح الناس، بس المرة دي قاعد مش كل مرة هنقومه علشان الراجل بيتعب. في النهاردة قاعد معانا يا نجم مساء الفل حبيبي يا محمود، أخبارك إيه؟ وحشتني. حياتي ليك، أنت اللي متألق. كله كويس؟ أه الحمد لله. ماشية الدنيا؟ الحمد لله كله جميل. كابتن حسام قوي يعني جدا، طلعة حلوة، والفرق اللي كانت بتضيع مننا نقط ما عادش تضيع نقط، وتأكيد كل مرة سواء منه أو من كابتن إبراهيم يا جماعة ما تقللوش مجهود الناس اللي بتتعب، اللعيبة اللي بتتعب، الجهاز اللي بيتعب، يعني افرح على قد الانتصارات واللي جاي انت كده كده رايحين له يعني. انا بس سؤالي علشان برضو لا احنا بنميل الناحيه دي ولا الناحيه دي، هل منتخب مصر ده جاهز للمغرب 2025؟ عشان ده المحور اللي بنتكلم عنه النهارده. لسه. وفي حاجه يعني سبحان الله اللي فيه كابتن حسام دلوقتي وكابتن ابراهيم والجهاز كله ده بياكد ان انت يبقى عندك رضا باختيارات ربنا سبحانه وتعالى. يعني ياما 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 كابتن حسام كان يتمنى ويلح وزعلان وغضبان ان هو مش ماسك منتخب مصر طبعا، وسبحان الله تيجي لناس كتير ولكن تيجي دلوقتي في احلى واقوى واحسن وافضل نسخه من نسخ منتخب مصر صح. سبحان الله، يعني قدر ربنا واختيار ربنا سبحانه وتعالى، واكيد رضا كابتن حسام يعني انا حتى لما اتكلمت معاه في وقت كده كان بيقول لي انا والله ما متخيل انها تيجي دلوقتي، يعني هو ما كانش مصدق دي تحديدا. خلاص مستر فيتوريا ماسك، شغال بشكل كويس جدا، عامل نتائج رائعه، الناس كلها، الراجل قاعد ل 2026، الاتحاد الكوره والناس والشعب والدنيا كلها قايله ان الراجل ده مكمل في مشروع كبير، وسبحان الله في لحظه كل حاجه تتقلب شكل كارثي في أمم أفريقيا، ما بتكسبش ولا مباراة، حتى لما تعدي دور المجموعات ما بتكسبش، كوارث جوه المعسكر وبره المعسكر، مشكلة محمد صلاح مصاب رجع ساب الفرقة، خناقات في كل حتة، أداء ولا أسوأ، ويجي الكابتن حسام في واحدة من أسهل وأفضل وأحسن النسخ اللي هو الناس كلها
جايبه اخر الاخر، احنا بنبتدي من الزيرو، فاي حاجه انت هتعملها احنا معاك، في دعم موجود، في دعم غير عادي شعبي، ان الناس كلها قالت لا خلاص بقى محترفين بقوا في البيك. برافو عليك يعني. انت هو كنت خلاص انت قلت لك خلاص يعني شويه شويه تلاقيني معاك. يعني احلى نسخه للعيبه. محمد صلاح ما شاء الله، الله اكبر، مكسر الدنيا مكسر الدنيا في الفتره دي. مرموش حدث ولا حرج، واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده، وان شاء الله ينتقل لليفربول ويعدي كمان ويروح في حته كمان مختلفه. تريزيجيه، اوعى تنسى تريزيجيه طبعا، اوعى وانت بتصيط محمد صلاح ومرموش تنسى تريزيجيه. عندما يغيب صلاح تريزيجيه حاضر، ما يغيب اي حد، وعندما يكون صلاح موجود تريزيجيه حاضر. بس انا عايز اسالك على حاجه لانه ما نعديهاش برضو، انت بتقعد معاه اكتر مننا، بتتكلم معاه اكتر مننا، دايما بحس في المؤتمرات سواء هو كسبان خسران ما خسرش الحمد لله، كسبان متعادل اي حاجه بتحصل، هو بيتكلم بنبره الغاضب المتضايق. حسام حسن متضايق من ايه؟ لان هو على طول بصص لقدام، شايل حمل هو لسه ما جالوش. وحتى انا اختلف مع الكابتن حسام وكابتن ابراهيم، بس كل واحد ليه شغله. انت لما تكون مسؤول لازم هتقول ان دي اقوى مجموعه في الدنيا، وان المباريات صعبه، وان الفرق دي صعبه جدا، وان انت كمسؤول لازم تقول كده. وانت لو جيت لي في فريق انا وهقول نفس الكلام، لكن انا كمان كشغلي كمحلل اقول لا، احنا لما يكون معانا مجموعه كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا لازم نوصل الاول، ولازم نوصل من بدري. لما يكون معانا جيبوتي وبوركينا واثيوبيا وسيراليون لازم نوصل كاس عالم. كابتن ابراهيم نفسه له مقطع منتشر اليومين دول بعد تصريحاته على انه لما كان محلل بيتكلم على تصفيات كاس عالم كوبر، فقال ده يا جماعه كونغو وقاعدين لحد الاخر لغايه ما البينالتي وصلاح وبتاع. يعني كان زي اللي انت بتقوله بالظبط حرفيا، يعني ده شيء طبيعي. لكن هي في الاخر انا لو ما عرفتش قيمتي او لو ما حطيتش قدري مش هروح له. فانا لازم، انا كمان اسم منتخب مصر، سيد اسياد افريقيا بالارقام والالقاب، 7 امم افريقيا، اكتر منتخب واخد بطوله امم افريقيا في افريقيا على كل المنتخبات. انا لما اعرف ده قدري يبقى انا كمان لازم اروح له، اروح للمربع الذهبي. يبقى انا بتكلم يوم 21 ديسمبر 2025 في المغرب. انا ممكن اكون المغرب بما انها منظم البطوله، السنغال، كوت ديفوار، مصر، انا في المربع الذهبي. دي امتي يحصل ايه بعد كده؟ اتغلب في قبل النهائي، اوصل نهائي، يحصل حاجه بضربات الجزاء، ده قدري. لكن انا ما يبقاش قدري ان انا لو خدت مجموعه اقول لا ده دي صعبه جدا خلاص، يبقى انا طيب مش كويس. انت فتحت لنا دلوقتي موضوع كويس جدا، يعني سواء ماتش، بس يعني مش هنحلل دلوقتي، انا عجل تحت شويه بس، لان ده هياخدنا بس السؤال كمان. مين من اللعيبه اللي واخدها الكابتن حسام حسن هيكمل معاه؟ مين من اللعيبه الجديده تقدر تشوفه جوه بطوله المغرب بيلعب ضد السنغال؟ احنا جايين لده 100%. بس عايز اقف عند موضوع حلقتنا النهارده اللي هو مصر في مواجهه المغرب. الفكره هنا انه 5 منتخب 2008، بعدين منتخب ميكايلي يتغلب مع اداء جيد الى حد ما مع وجود فوارق. يعني منتخب مصر اخر مواجهه في امم افريقيا، المغاربه يعني اشقائنا دايما يقول لك منتخب مصر في افريقيا موضوع تاني، يعني احنا ما مش هنقدر على ده. الفارق الحقيقي بين المغرب وبين مصر، هل في فوارق ضخمه بانه في لعيبه بتتكون بره كتير على مستوى كل القواعد الناشئين ووصلوا للجيل الثالث دلوقتي، ولا لما بيحصل الصدام بين الاثنين في مناسبات مختلفه انت بتحس ان الفرق مش كبير قوي وتقدر تتغلب عليه لو عندك جوده في الكوتشنج تقدر تعوض؟ وهنا بتكلم على كيروش لما كان موجود وعلى ميكيلي دلوقتي. ميكيلي لا، انا ما اروحش لفكره جوده الكوتش، ماشي. انا اروح لفكره ان المغرب شغاله صح بقالها عدد من السنوات الكتير، حلو، واحنا شغالين بنسبه كبيره غلط فيما يخص كمان القاعده اللي هي الناشئين. فهنا الجاب بيوسع، عمال يوسع. لما بتروح للدرجه الاولى انت في الاخر جايب محمد صلاح من ليفربول، جايب مرموش، ما بتبقاش الفروق واضحه. مش منتخب المغرب الكبير هيدينا 5 أو 6، كل حاجه في كره وارده. لكن حلو. انا بقول لو لعبنا 5 6 مباريات مش هنخسر كده، حلو. لكن على المستوى الصغير لا، احنا شغالين غلط. وقلنا مره واثنين وثلاثه واربعه، يا جماعه مربط الفرس. والحاجه اللي
هتعديك في حتة تانية خالص، ان انت تفتح باب الاحتراف من السن الصغير. وقلنا الكلام ده على اتحاد الكورة، حتى مهندس هاني ابو ريدة بالقايمة طبعا مبروك خلاص، هم نجحوا بالتزكية بس، وكل التوفيق. بس في حاجة كمان انا بشوف ان لازم يتحط بند، ده حتى سيادي، حتى ده يبقى من الدولة، فكرة ان اي لعيب يجي له عرض احتراف وهو تحت ال 18 سنة لازم يروح، ويروح وتتحسب برولز معينة. واحد، انا كل نادي يطلع لاعب ناشئ احط له في القايمة الكبيرة لعيب زيادة، ادي واحد. اتنين، انه اي رجوع للعيب ده من اي حتة في العالم الاولوية لناديه، عشان ما اعملش موضوع كوبري. حلو. يعني طلع من الاتحاد السكندري بيرجع الاتحاد السكندري، طلع من زد يرجع زد، وهكذا. احط لك اعادة البيع، اعادة مبلغ لاعادة او نسبة اعادة البيع. المهم ان انا احط 3-4-5 قواعد تخليك تطلع اللعيبه دي بره. لكن مش ممكن ممتاز. من ايامنا احنا يا محمودي، من ايامنا احنا، انا جالي عرض احتراف في نادي في هولندا، انا وهادي خشبه، وكنا الكلام ده سنه 92-93 مع مستر راوتر في هولندا. من كام سنه ده؟ من 30 سنه. الله يرحمه كابتن صالح سليم، قال لهم انا عايز 300,000 دولار. فهو ده بيتكرر دلوقتي. انت لما بيجي عقد احتراف لناشئ، النادي بيقول انا عايز 5 مليون دولار، انا عايز 4 مليون دولار، محدش عارفه. وتروح للمغرب تلاقيه مطلع 300-400-500 لعيب ب 100,000 دولار. بس في بقى حاجه ثانيه انا كنت فاهمها، عشان برضو يبقى السياق واضح. اكاديميه محمد السادس، يعني احنا لو عرضنا تشكيله يا جماعه المغرب على الشاشه بس كانديه، مش مهم الاسماء حتى، كل الاحترام ليهم، لكن كانديه بحيث نبص 2008 دي اخبارها ايه. يعني هم الناس برضو شغالين على انه في ناس، في جاليات موجوده بره، وفي دي الانديه اللي بيلعب بيها لعيبه منتخب المغرب 2008. روان، اربع لعيبه، محمد السادس، بص عليها، واحد اثنين ثلاثه، سندباكين والجناح ونص الملعب، بلباو الباك الشمال، اياكس نص الملعب، محمد السادس، ديبورتيفو الافيش، محمد السادس، فالنسيا. اوكي، اكاديميه محمد السادس بتطلع لعيبه لبره وبتطلع لعيبه لجوه. فكرة وجود أكاديمي الدولة بص عليها، طبعا الدنيا بص عليها، طبعا بتطلع لعيبة حتى الفرق الدوري. محمودي، 100% أنت بتحط إيدك على نقطة يعني، بس أنا مش عايز أدخل في تفاصيل يعني من بره. يعني من بر. خلينا ماشي. نقول إن ده مشروع قومي، واجب على الدولة، واجب علينا كلنا إن إحنا نعمل مشروع زي ده، اللي هي فكرة أكاديمية، بس تاخد الولاد من سن 6 سنين و7 سنين و8 سنين، مش اكبر من كده، مش 14 و15، 6 7 8. كفور ونجوع مصر ومدارس مصر فيها الماز، فيها لعيبه. تاخد الولد ده وبنسبه كبيره جدا، انا ما يفرقش معايا غني ولا فقير، لان برضو احنا لما اشتغلنا في اكاديميه النادي الاهلي، وكنت ماسك مدير اكاديميه النادي الاهلي مع كابتن محمد رمضان، كان ماسك المدير العام، وانا كنت ماسك مدير فرع، وسيد عبد الحفيظ ماسك مدير فرع، وكباتن تانية كتير. الفكرة ممكن الولد اللي متأسس كويس، واللي متغذي كويس، واللي بيتكلم لغات، واللي في مدرسة امريكان او انترناشونال، ممكن يكون مؤسس كبدنيا افضل من ولد تاني. لكن خلينا نقول ان الموهبة في سن 6-7-8 حضرتك تاخده توصله انه لما ياخد شغل معاك من 6-7 سنين لغاية 12 سنة، انا بقولك لما ياخد 6 سنين شغل تبع الدولة، الدولة اللي بتصرف عليه، هي اللي بتجايباله مدربين، هي اللي جايباله مدارس، هي اللي عامله له معسكر داخلي، الكلام ده كله لازم هتصدر بره، لازم هتصدر بره وهتصدر جوه. تعالى زمالك، تعالى يا اهلي، تعالى يا بيراميدز، اللعيبه الكويسه عايز تاخدها خدها وهي 12 سنه، الاولويه لبره. مع وجود تعليم، علشان دي نقطه مهمه جدا، احنا بنتكلم على لمسية، لامين يامال وكوبارسي الاسبوع فكروا بيتكلموا في القصه دي. دي اكاديميه بتعلم مليون وايه بقى؟ ده هي بتعلم الغرض، يعني الموجود وانت داخل بتاخد البروشور بتاع لمسية، بيقول لك فيه ان انت، احنا بنعمل ده معاك علشان مش كل دول هيطلعوا لعيبه كوره. صح اللي ما ينفعش هتعمل فيه ايه؟ كلام مظبوط. ما هو لازم يبقى عنده الحد الادنى من الاخلاق، من التربيه. فالنتيجه بقى يا كابتن، عشان نكملها، فالنتيجه انه اغلب اللي بيطلع من لمسية ما بيعملش مشكله مع الحكام، ده حقيقي، ما بيصدمش بالجمهور، هو مؤهل في الاخر. بالظبط كده. في ناس كتير عامله مشاريع زي كده، بس انديفيدوال او كل واحد، يعني انا اعرف ان الكابتن احمد حسام ميدو عامل حاجه زي كده، كان تقريبا وادي دجله في اكاديميه اسمها ام جي
او بغض النظر بغض النظر يعني، بس هي خلاص انتهت يعني اتلغت. بس هي الفكره ان لو المشروع ده مشروع قومي ويتعمل له بلان قوي ويتجاب لجنه من افضل الخبراء، من اول الدكتور طه اسماعيل، الدكتور عمرو ابو المجد، يعني الاسامي كابتن ابراهيم عبد الصمد يا خبر ابيض، الدكتور ماجد مصطفى يا خبر ابيض، كابتن عادل طعيمه، الناس اهلي وزمالك وفي كل حته، لو جبنا خبراء وقلنا يا كابتن احنا عايزين نلف مصر كلها من الصعيد لبحري للقاهره لكل المحافظات، وناخد من سن 6-7 سنين والولد الموهوب في الكوره ابتدي ادخله معسكر ممكن يبقى في بلده الاول، وبعد كده اصفي، وبعد كده اعمل حاجه تكون كريمه الكريمه، يطلعوا 20 يطلعوا 30 يطلعوا 50 يطلعوا 100 زي ما يطلعوا. الولاد دول لو تعرضوا بره في اوروبا، وبعد كده اللي مش هيروح اوروبا يبتدي يروح على الاهلي والزمالك والانديه الكبيره، اظن ان الدنيا تبقى انتهت. بس احنا احنا مش عارفين نعمل ده. احنا يعني بنحاول نعمل ده بطرق مختلفه، ب عايز اخد يعني عايز اخد لفظ لطيف، ممكن بفرديه، كل واحد في حته، مش حاجه جماعيه، مش جماعية. فكر جماعي صح. لو عملنا كده عشان ده انا بقوله بقالي سنين، انا بقول الكلام ده، النقطتين دول يا محمودي لو اتعملوا الموضوع انتهى، لان احنا عندنا معلش مع كامل الاحترام، احنا عندنا قد المغرب وقد الجزائر وقد تونس واي دوله وقد اي دوله مليون في المية، مواهب مدفونة، بس انت مش عارف تطلعها وتلمعها. بص هو رايح لفين؟ رايح لأكاديمية بتختار ولاد صغيرين بتأهلهم وتعلمهم وتأكلهم وتعمل لهم كل حاجة أزا بروفيشنال، وانت رايح لأندية بتبيع اسمها بفلوس صحيح. حضرتك ولي امر، هات بقى 20-30 ألف جنيه عشان ايد ابنك، والدنيا شوف انت رايح فين وهو رايح فين. بالتتابع، ما هو اللي فوق في المغرب لما عاشوا في اوروبا ودخلوا منتخب وبقوا نجوم عالم بقى الصف الثاني والثالث والرابع والخامس، عندهم ما فيش مشكله من الغربه، اسافر واقعد واقيم، واللي مولودين هناك اكتر واكتر يعني. انت عندك فالمسائل بتيجي بالتتابع، عندك مرموش بالظبط كده، يعني هو عك مثلا نماذج فرديه. ايوه يعني محمد، يعني شوف انت جماعي. مرموش عشان اسرته كانت في كندا، ولما راح من كندا يعني بص هو علشان كل الفكره اوروبيه، فبالتالي انت بتروح في حته ثانيه. طيب نرجع من تاني لمنتخب مصر، لانه مع كابتن حسام حسن ظهرت بعض الاسماء الجديده. مين من الاسماء دي ممكن يكون موجود في المغرب 2025 ولا مفيش اسم؟ لا كلهم على حسب التطور، كلهم على حسب اي حاجه بتحكمنا يا محمودي، الظروف رقم واحد والتطور. بمعنى ايه؟ انت النهارده بتتكلم على محمد ربيعه، سرد باك كويس على فكره، كويس جدا، وهايل الكابتن احمد سامي انه اختاره، واحنا على فكره كنا حاطين عيننا عليه يعني هو كان متشاف وكان عاجب الكابتن مجدي عبد العاطي جدا في وقت من الاوقات. هي الفكره في ايه؟ هو مدى التطور بتاعه هيروح لفين؟ زيه زي خالد صبحي، زي العش، زي محمد اسماعيل، زي احمد رمضان بيكهام، زي رجب نبي، كل السر اغلب السردباكات. انت رايح لفين؟ ادي نقطه مهمه جدا. ماشي. تطور زائد الظروف، الظروف هتخدمك ولا لا؟ انت ممكن قبل بطوله امم افريقيا لا قدر الله السردباكات يحصل حاجه، لا قدر الله ناحيه اليمين يحصل لحد حاجه، فالظروف زائد التطور. طاهر محمد طاهر هيدبدب قوي 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 ورا مصطفى فتحي، هيدبدب وراه جامد طبعا، المكان ده ربنا يحرسه ان شاء الله صلاح. محمد صلاح تمام، وانت عارف ان اي بطوله احنا لما هنروح كاس امم غالبا ب 23 اسم، ثلاث حراس مرمى وكل مركز فيه اثنين في 10 ب 20 لعيب، وثلاثه 23 بالظبط، هتاخد اثنين ثلاثه زياده ده ما فيهاش مشكله، لكن كل مركز يكون فيه اثنين. رحت ناحيه الباك رايت هتقول محمد هاني ومحمد مثلا واحمد عيد مثلا، ناس هتقولك طب فين عمر كمال ابو واحد، طب فين عمر جابر، طب فين اكرم توفيق، هم اتنين، هم اتنين. طيب فاي حد يحط اسامي طاهر مع صلاح على اعتبار ان زيزو اصبح 8 صح كده؟ طبعا ما هو كابتن حسام بيلعبه كده. وخد بالك الناحيه الثانيه انت مرموش مع تريزيجيه، لا مع ابراهيم عادل على اساس ان تريزيجيه 8، انت فاهم الفكره؟ انت لما هتروح للبطوله الكبيره والعدد يقل جدا، انت محتاج اللعيبه اللي بتلعب في كذا مركز زي تريزيجيه 8 يمين 8 شمال، جناح شمال جناح يمين ماشي، مرموش راس حربه 9 يلعب 10 تحتيه، يلعب شمال يلعب يمين ماشي،
وهكذا، غير طبعا السوبر ستار محمد صلاح حتى لو مش هيلعب هنا فهو هيلعب هنا بس. بس هي الفكره ان كل لما اللاعب يكون بيلعب كذا حاجه، حمدي فتحي 6 ماشي، 8 يمين ماشي، 8 شمال ماشي، سيرد باك ماشي، في قلب الاثنين ماشي، وهكذا. فهي الفكره اي حد بيقول اسامي لازم تحط نفسك مكان المدير الفني، لان انا بسمع الكلام ده من الناس كتير في الشارع، طب فلان وفلان رمضان صبحي لازم يروح، خالد صبحي يرجع، وياخدوا اسماعيل وياخدوا العيش وياخدوا حسام عبد المجيد وياخدوا يا جماعه، طب هم هياخدوا كل دول، مين اللي هيمشي مين اللي هيطلع؟ فهي الفكره ان لا، اسامه فيصل هايل، طاهر محمد طاهر هايل، ربيعه هايل، احمد نبيل كوكا دخول رائع، كل اللعيبه اللي محمد حمدي ما شاء الله بيزيد الباك ليفت بشكل كويس جدا، ويبقى منتخب مصر في حاجة، أو المكان في حاجة لإمام عاشور، المكان في حاجة لزيزو، المكان في حاجة لمروان عطية لما يرجع، يعني في ناس تقيلة تقيلة لازم هي اللي ترجع نفسها. وكلام الكابتن إبراهيم حسن واضح وصريح، ومفيش حد ممنوع من التواجد في منتخب مصر، وفي لعيبة معينة لازم ترجع وما يبقاش عندها غرور، الكلام واضح وموجه لعدد من اللعيبة، لأن في الآخر نصيحة يعني من واحد كان نفسي العب كاس عالم، ما بيجيش تاني، ما بيجيش خالص، هي يعني مره في العمر، يا تلقط انت تكون موجود في كاس عالم يا بتعديك يعني. طيب افوكس بس على واحد اسمه واحد فقط لا غير، واحد زي محمود صابر ده الامور غريبه الشكل بصراحه يعني. يعني في مع ميكالي مع كابتن حسام اداؤه لا يمكن يقول، مع كامل احترامه والتقدير لكل فرق الدوري، بس بتكلم على انه لعيب بعيد عن فرق كبيره وهو كواليتي عالي جدا جدا، ده امر غريب. هو قصه كلها ان محمود نفسه مستعجل، عشان الاستعجال ده خلاه حتى يلعب منتخبات اكتر ما بيلعب انديه. يعني محمود صابر في بيراميدز ما لعبش طبعا، لما راح زد كان مستعجل قوي فما لعبش، رجع بيراميدز ما لعبش، هو مستعجل قوي انه لازم يكون موجود في الملعب، علشان كده سهل جدا انه يلعب في المنتخب، لان مستر ميكالي طبعا وهو لعيب هو لعيب كويس جدا ولعيب كبير، بس لسه عايز ياخد مباريات كتير جدا عشان يبتدي يروح في مكانه تانية. لكن محمود لعيب كبير، وان شاء الله كابتن احمد سامي يقدر يطلع منه الكلام ده، وان شاء الله الظروف تخدمه، لان هي دلوقتي الظروف خدمه مع كابتن حسام، خد بالك يعني كويس جدا ان كابتن حسام عينه على محمود، ولما لعبه ادى بشكل كويس جدا وماشي بشكل كويس جدا، فده يخدم موهبه كبيره، ومش محمود صابر بس، في لعيبه كتير جدا اللي يلعب الاصلي جدا، اللي يلعب منتخب اولمبي ومنتخب اول والنادي ما بيلعبش. يعني المشكله مش عايز مشكله في النادي بس، لا عايز اقول انه يعني صعبه تبقى العين مش شايفه ده. لا شايفه بالعكس، هو اكبر دليل هو في بيراميدز، خد بالك هو على قوة بيراميدز، واحد من اكبر الثلاث انديه اللي في مصر، هو كل اللعيبه اللي في بيراميدز مرعبه. بس مثلا محمود صابر لما جه زد كان جاي اعاره من بيراميدز مع احمد عاطف قطه ومع عبد الله مجدي، الثلاثه من بيراميدز سبحان الله، احمد عاطف قطه وعبد الله مجدي بداوا الموسم بشكل مرعب، هايلين تمانيتين، فمحمود مش قادر يصبر انه يقعد يعني، وهيبقى ليه تواجد لكن مستعجل اللعب. فالاستعجال ده خلاه يعمل ايه؟ يرجع بيراميدز. لما رجع بيراميدز برضو الدنيا مقفوله، وليد الكارتي، بلاتي توري، مهند لاشين، دنيا مخنوقة، فقعد. دلوقتي الطلعة التالتة يعني بيراميدز وبعدين زد وبعدين سموحة، الكابتن أحمد سامي شوية عنده في المكان ده رفاهية شوية يعني يقدر يلعب محمود، هو متخصص في الحتة دي، وهو قعدت اللعيبة الليفل تبقى أنت جاي تلعب في مليون في المية. بس قولا واحدا، مفيش واحد بيختلف على أن محمود صابر لعيب كويس ولعيب كبير. طيب بس ان شاء الله باذن الله يعني الفتره الجايه يبقى احسن كمان. طيب احنا رايحين للمنتخب مصر والمغرب، منتخب ميكيلي ان شاء الله كل التوفيق بكره باذن الله يعني. لكن الاول واحد من اللعيبه اللي لازم ياخد حقه يعني، محمد السيد واحد من المواهب المبشره جدا جدا الموجوده سواء مع نادي الزمالك او مع منتخب مصر الشباب بقى. فتعالوا نبص على تقرير بيرصد محمد السيد على مدار الفتره اللي فاتت، نتابع التقرير ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. يظهر كده اننا قدام موهبه كبيره في منتخب مصر للشباب، لكن يظهر كمان ان الموهبه دي محتاجه شويه تقويم. الاسم محمد السيد، السن 19 سنه، النادي الزمالك، ولو ما قلتلكش انه من ناشئين الزمالك سهل جدا تعرف لوحدك لما تشوفه بيلم بالمهاره دي وبعدين يروح ويعدي بالحرفانه دي، لكن في الاخر
هيمرر بالشكل ده. كتير جدا شفنا لعيبة طالعة من ناشئين الزمالك حريفة بنسبة 100%، لكنهم مش هدافين بنفس النسبة، مش حاسمين بنفس النسبة، مش إيجابيين بنفس النسبة. اللي هو عملت الطرقستين وسمعت صيحات الجماهير خلاص كده تعشت. لكن لو محمد السيد عايز ياخد النصيحة هنا، ممكن ياخدها من الإمبراطور حازم إمام اللي عبر أكتر من مرة عن ندمه من إنه كان بيهتم بالترقيصة واللمة والفنت والرسمة أضعاف اهتمامه بالتسجيل، لأن الأهداف بلا شك تعني المزيد والمزيد من المجد. وموهبة محمد السيد ظهرت كمان في أسست الهدف الوحيد لشباب مصر ضد المغرب، عرضية رائعة هتبان أكتر من الزاوية دي. ونفس اللاعب لمساته في السوبر المصري ضد الأهلي كانت بتأكد إن عنده شيء مختلف، هادي، شايف الملعب كويس، واثق من نفسه وما بيخافش، بيعرف يقف على كورته ويتحكم في الريتم، وكمان استلامته مميزة. لكن من الثقة الزايدة اللي ممكن تخلي كل المهارات دي مش في خدمة الفريق. محمد السيد مشروع لاعب كبير في إيده وإيد مدربينه إنه يروح بعيد، بعيد قوي. ده محمد السيد، واحد من المواهب المبشرة، إن شاء الله كل التوفيق في المرحلة اللي جاية. مصر والمغرب، كلاكيت ميكيلي، ما كناش وحشين، لكن في فرق موجود. إيه اللي حصل؟ 100%. هو في الآخر بتفق معاك بقى أن المدير الفني بيبقى ليه نسبة. مستر ميكيلي بالصدفة يعني بيتمرن في نفس المكان اللي احنا بنتمرن فيه، ماشي، وبتفرج على التدريبات بتاعته. يا سيدي مرعب. إيه بقى بالتفصيل؟ هو موضوع الحلقه. لا مش بالتفصيل، مش هقول، لا مش عايزين تحركات، بس فكره عشان الراجل برضه. لا وماله، مش عشان يعني. لا بس هي الفكره في التحولات. احنا النهارده يا محمودي الحلقه اصلا عن التحولات، ماشي، وجايبين حالات كتير جدا عن التحولات. هو الفرق بين فريق وفريق مع الكواليتي هو التحول من الدفاع للهجوم، او الارتداد من الهجوم للدفاع. دي قصة الناس كتير، واحنا عايزين نحاول نبسطها على الناس، لان برضو في الاخر المشاهدين مش عايزين، واحنا مش عايزين نكلكع على الموضوع، مش هنكلكع حاجة. الكرة تفاصيل، بس ما تضيعنيش في مكالي. بس يعني بيعمل تمرين مثلا مرعب، هي تقسيمة، ماشي، تقسيمة عادية، وهو واقف في نص الملعب، هو معاه كور، معاه كورتين ثلاثة حاضنهم، والتقسيمة شغالة، بيروح هو مصفر ورامي الكرة في اي حتة. فالفرقة دي تتحول من الدفاع للهجوم، والفرقه الثانيه ترتد. انت بتعمل تحول مفاجئ، برافو عليك. الكره اللي اتقطعت من تقريبا عمر خضر، الكره اللي اتقطعت اللي جت فينا جون، هي دي تدريب، يعني هو ممرنهم عليها، ممرنهم ان الكره دي لما تتقطع انت التحول بتاعك يبقى عامل ازاي. لا لو ارجع لها بقى قبل ما تتقطع هنا، من ما فيش قبل كده، من وهي في حوزته، من وهي في حوز، يعني مش ماشي، ده عمر ولا حد تاني عشان بس ما نبقاش، اظن عمر بيبو اعتقد اللي كان معاه كوره، عمر خالد بيبو. الفكره ان التحولات دي مرعبه، يعني بص المغرب اول ما قطعوا الكوره، بص التحول بتاعهم. عمر خضر. هنا عمر السنده اللي قبل كده، للاسف الصوره مش موجوده، بس السنده اللي قبل كده لازم، لا عمر خضر لازم عمر خضر. تطلع بتأني بتأني عن كده، يعني وهو بيرفع اجيبالك العدد اللي طالع ده تحول من الدفاع للهجوم، انت ممكن تروح بهدف. فلازم وانت بتسند ما تبقاش السرعه قبل القرار. ايوه بالهداوه بقى، بالهداوه. أيوة. بالهداوه خلاص اتقطعت. ايوه كمل، بس اقف هنا بقى. هنا الزقه دي لازم ما ازقش جامد، لازم ازقها سنه تحت رجلي بس عشان احافظ عليها وما تعلاش، هي عليت منه فاضطر عايز يزق في المساحه، مع انك لو بصيت اسهل مش هيقدر يبصي وهي هنا دلوقتي. هو لسه بيستلم، استلم تحت رجلك الاول عشان تعرف تعمل ايه. هو لما استلم غلط، هو استلم فنطت، طبت، كمل بقى، كمل، فهو عايز يرقص رقم 15 طولت منه. المشكله الحقيقيه في طلوعنا احنا وتحولات المغرب. يعني الكره دي لما تتقطع مش معناها انها تبقى هدف. يعني ارجع لها تاني كده، لما تتقطع والراجل يتزحلق، ايوه كمل خلاص، الراجل ده اتزحلق واتقطعت، اقف بقى هنا، لازم كل الابيض اللي طالع ده يرد تاني، يمسك وشك ويرجع، صح، يمسك. بعد لما الكره راحت هناك كمل بقى، يلا. بص ارتداد ضعيف جدا، اقف بص 9 جون خلاص، 14 اوفسايد.
ثلاثة ممكن لو خد خطوة لقدام يطلع لا ثلاثة لو خد خطوة لقدام يطلع الاثنين دول اوفسايد. فهي الفكرة ان في الاخر قرارات والتحولات دي غاية في الأهمية بالنسبة للكورة. جايبين حالات كتير لكن هو بيعمل. كابتن أحمد سامي قال حاجة أغلب المدربين بيعملوها ومستر مكالي بيعملها، فكرة المربعات. أنا بلعب مثلا 4-3-3، فأنا بحط مربعين سرد باكين، مربعين باكين، مربع رقم 6، مربعين تمانيات، مربعين جناحين، ومربع للفيرود. دي الطريقة اللي أنا بلعب بيها كمستر مكالي. الطريقة دي لما الكرة تروح من السرد باك الشمال ده للباك ليفت، إيه اللي يحصل؟ المفروض الباك ده يروح ضامم، وستة ينزل يستلم، تمانية يخترق، الجناح يخش، وتحركات الناس كلها بتعمل كده. لكن إيه اللي بيفرق بين فرقة وفرقة غير الكواليتي؟ طبعا الكواليتي بيفرق معاك حتى وانت بتتحول يا محمودي في الحتة دي، في الباص، في السندة. لعيب كبير فبيحط، يعني بص اللي انت لسه جايبه، محمد السيد. محمد السيد رقص طرقستين ثلاثه هايلين، لكن في الاخر حطها مقطوعه. لما الباص غلط صح، الكواليتي بيعلى، بحط الباص تروح، فبقى انا ضربت خط كامل. فهو الكواليتي يفرق معاك جدا في التحولات. عشان كده ريال مدريد لما لعب مثلا المان سيتي مثلا في نهائي الشامبيون، مرعب، واقف باركنج على 18، لكن اول ما يقطع لفينيسيوس او لرودريج خلاص الدنيا صاروخ ودقه وسرعه، تستغل السرعه والدقه وكل حاجه، لكن لما الكواليتي بتاعك يبقى عالي. ممتاز. فهنا مكالي عمل كده مع منتخب مصر، لعب على التحولات، لعب بقدر الامكان، عرف يمرن الفريق على فكره انك لما تخسر الكوره ارتد. انا شفت له حاجه وهايله لطيفه جدا، ما بيعلقش على اي قرار لاي لعيب، هو يهمه قوي قوي التكتيك، لكن ما يهموش انت عملت ايه لما الكره راحت لك. انت رحت مرقص وشايط في السم، ده قرارك. رحت وكنت عايز تعمل ثرو باص اتقطعت، هو في الكولينج بريك لما عرضناها في الانترو، اللعيبه العب على الارض، اطلع بعمل تحضير من ورا مظبوط. برافو عليك. فده لما كمل خلاص سقف لهم. برافو عليك. مثلا الكره في السم في الاخر، ايوه 10 على 10. الربط ده حلو جدا. هي الفكره كلها في ان هو عايزهم ينفذوا. ايوه ده كان بعد ما كان التحضير على الارض ولا حاجه خالص. بالظبط. هو عايزهم ينفذوا اللي هم بيتمرنوا عليه بس. وطبعا كابتن اسلام الشاطر مبروك، يعني تولي المنصب كل التوفيق ليه. كل التوفيق ان شاء الله. طيب ننزل تحت شويه، منتخب كابتن احمد الكاس، من مباراه المغرب الاولى اللي كانت صعبه جدا جدا كنتيجه لمنتخب الجزائر، اتحسننا ولا الجزائر غير المغرب؟ احنا اتحسننا والجزائر غير المغرب. والله يكون في عونه انه 10 بيغادروا بسبب الموضوع ده. الموضوع ده حصل لنا احنا مع الكابتن محمد عمر، كنت ماسك، وكابتن تامر عبد الحميد، وكابتن هيثم فاروق. ولكن برضو قبل ما نروح البطوله حصل ان 6-7 للتسنين، تسنين، وبعد كده لكن الحمد لله كسبنا ووصلنا البطوله. وان شاء الله الولاد يوصلوا ان شاء الله ويحققوا حاجه كويسه جدا. لكن انا مش عايزهم برضو يركزوا في موضوع السوشيال ميديا. يعني طبعا بعد الاداء الكارثي ده وخلاص انت اتغلبت، بص في مباراه الجزائر لما احنا جبنا جون كل اللعيبه راحت وعملت حركه سد الودان، ما تحطش في ده، انت مغلوب 5، فلازم الناس هتنتقدك، انت لسه صغير وفي بص اخطاء كارثيه كارثيه. في الجون الرابع اللي على الحلقه اللي فاتت، الاسبوع اللي فات، صعبه جدا. لا حتى الهدف ده ما حدش الله يكون في عونه. ولاد صغيرين يعني، ده اكيد انت شفته، رقم 9 ده عجبني، صعبه جدا. رقم 9 ده بيلعب في حته، عشان نتكلم بس زياد بها، ريال بيتيس. ريال بيتيس طيب و17 سنه، وبيقولوا لي منقول من كذا حته، كذا سنه، وكل الفرق يعني كده. يعني الناس دي طالعه امتى؟ لما هو حاجة 17 انت عايش بره فتاسست بره صح من الاول. يا اما انت اكاديميه محمد السادس فواخد الاساس صح من الاول. في كل الاحوال بقى، يعني في الاخر المربط الفرس او التكه ان انت متاسس صح. زي ما احنا قلنا ان انت متاسس صح، فبالتالي انا يعني بشد على ايد الولاد دول، وكابتن احمد الكاس شغال بشكل كويس جدا، والله يكون في عونه بصراحه. وصعبه جدا ان انت يغيب منك الفريق كله اللي انت شغال معاك اساسي، ودلوقتي الولاد دول ان شاء الله نساندهم.
بس انا عايز اقول لهم حاجه. طبعا في قرارات كارثيه واحنا كنا جايبين فيديوهات لقرارات اللعيبه، لكن في الاخر يفرق معايا جدا الحاله النفسيه في مباراه الجزائر. يعني مباراه الجزائر ده الهدف الاول، الراجل هيروح هحطها حمد كويس. حمد ده كان معايا في اول حلقه في البرنامج في هاتريك. اوكي اول حلقه خالص والله. قال على الهواء ان انا بوعد الناس لو توفر لي المناخ المظبوط ابقى زي لامين يامال. كلهم بالمناسبه يعني. ماشي يعني. ما جيب الاحتفال، هات الاحتفال ده، هات الاحتفال، هات الاحتفال ده بس. الفكره ده الاحتفال. بص الفكرة ان هم برضو حاطين في دماغهم اللي بيتقال في السوشيال ميديا، وان انتوا في فرق بيننا وبين المغرب. ما هو في فرق بيننا وبين المغرب، ما هو في كلهم بيسدوا ودانهم ان هم يعني مش سامعين الانتقادات. ومع ذلك يعني الفكرة ببساطة شديدة هم ملهمش ذنب، الله يكون في عونهم، هو ده تأسيسهم. وفي ولاد كتير جدا 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 بيكافحوا، لكن للأمانة الكورة دلوقتي عايزة مساعدة غير زمان. احنا زمان على أيامنا كنت تشوف مثلا حازم إمام مثلا الكبير ده يمسك العيال في الشارع يرقص 6-7، أبو تريكة، حماد عبد اللطيف، رضا عبد العال، بقى هي قصة الموهبة اختلفت. الكورة دلوقتي عايزة مساعدة، عايزة تشتغل بدني، عايزة تشتغل نفسي، عايزة تشتغل تغذية، عايز تشتغل ريكفري، عايز تشتغل على كل حاجة علشان تقدر تواكب الكرة الحديثة. انت الناس بتقفل وبتقف صح. في شوية مواقف من المباراة كنت انت عايز تعلق عليها بالنسبة للعيبة في المباريات يعني. لو انتوا شوف انتوا عايزين معاك ايه الاول، احنا عندنا التحولات وعندنا ده هنا قرارات اللعيبة بس يعني. هم طبعا لعيبة صغيرة وكل حاجة، لكن بقدر الامكان بس وقف هنا. الراجل ده لو بس بطرف عينه شايف الناحية التانية جون، ببطن رجله كده هيعمل انه هيشوط ويحطها ببطن رجله، الراجل ده في فدان حقيقي. فهنا بيبقى قرارات قرارات، ما يعني كل برضو ده ضربة الجزاء اللي ده برضو ضربة الجزاء هنا. المدافع انت رايح هو خلاص، ليه زحلقة هنا؟ ليه زحلقة؟ الزحلقة ما بتتعملش غير لما تكون ده اخر حل ليك واخر متر في الملعب، لكن هنا انت تفضل تجري معاه لغايه لما تطلعه على بره. برضو دي حاله من الحالات السهله جدا جدا، انت قطمت هنا، اقف بقى، اقف اقف. دي حاجه من التحولات اللي احنا جايبينها. كم على كم يا محمودي؟ 1 2 3 4 6 على 3. 6 على 3. ليه؟ لا، في واحد هنا من الجزائر 6 على 4. ليه انا ابقى عايز اوصلها اودي واحد للجون؟ ما هو الراجل اهو رقم 13 جنبك. احطها له بطن رجله، هو يروح فيبقى 9 انفراد ويبقى الراجل ده انفراد وتبقى الدنيا حلو. بص بقى قرار برضه وحش مقطوع، وحشه جدا، واخد بالك؟ تاني قرارات كتير جدا برضه. بص قرار انفراد صريح وعملها كويس، كان المفروض يعملها جوه شويه مش لبره، لكن ماشي. الراجل ده راح وضرب، برافو عليه، اقف بقى هنا، ارجع سنة بس مفتوحين. هنا القرار، بص المنظر، الاتنين مفتوحين، تحطها على القريبة، تحطها على البعيدة، تعمل حل مش موجود دلوقتي في الكرة المصرية انك ترقص الراجل. لا دخل. لا 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 لا، هي شغلانة خلاص ما عادش فيه يعني، في كلام اعمل له كده لجوه خلاص الراجل يعني. لكن في الاخر انت قرارات، دول ولاد صغيرين واحنا يعني نساندهم احسن من مباراة المغرب بكتير، وكل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. دي الفكرة الاساسية يعني. طيب نطلع على فاصل ونرجع من الفاصل، عندنا بقى موضوع التحولات. التحولات في الكرة المصرية قد تكون بالنسبة لنا بالمناسبة هي حاجة من الحاجات اللي موجودة في اصلنا في تاريخنا. سألت التحولات اللي قمنا عليها كتير جدا في الدوري مع المنتخبات المصرية، كنا احنا ناس من رواد التحولات يعني. فتشوف التحولات اخبارها ايه في الكرة المصرية في الوقت الحالي سواء منتخبات او اندية، خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. نتكلم عن التحولات. مبدئيا نشرح للناس ببساطة يعني ايه تحول. ببساطة شديدة جدا، في حاجة اسمها التحول من الدفاع للهجوم، وفي حاجة اسمها الارتداد من الهجوم للدفاع. حضرتك كويس. فريق بتهاجم، فانت مطلع الباك ومطلع رقم 8 ومطلع الجناح بتاعك والراس حربة، والناحية التانية طالع الـ8، الناس دي 5 6 7 بتهاجم بيهم. الكرة اتقطعت،
الكره اتقطعت فهتتقطع هتيجي على جونك ماشي. يبقى انت محتاج انك ترتد من الدفاع للهجوم. حلو. هو كل الناس بتعمل كده؟ لا. طب كل الناس بتعمل كده بطريقه واحده؟ لا. طب بقدره واحده؟ لا. لازم انت يبقى بدنيا عالي جدا، لازم تبقى خططيا عالي جدا، عارف انت راجع على فين، انت راجع في المكان مش راجع تجري وخلاص. انت ما يعني لو بتلعب في الشارع بترجع وخلاص جري، ضغط عكسي يجيب الكره في مكانها، ده قصه ثانيه، ده قصه، ده مليون في الميه. بس احنا بنقول ان خلاص انت اتضربت، انت بتعمل جمله وجبت باصي زي بتاعت محمد السيد دي واتقطعت، انت اتضربت خلاص، الارتداد بتاعك يبقى عامل ازاي؟ ده بيعتمد على لياقه بدنيه عاليه جدا، سرعه، تمركزات خططيه، وكواليتي بتاعك بقى ان انت ازاي تعرف تتمركز صح. ادي الارتداد. طيب التحولات الهجوميه من الدفاع للهجوم، العكس بقى، انت راجل بتدافع زي مثلا حاله النادي الاهلي في العين، النادي الاهلي في العين كان اللعيبه كلها واقفه على ال 18، انا بدافع والراجل وبيحاولوا يختاروا، قطعت الكوره. بص ارجع ارجع معلش نرجع يال. كام واحد دول؟ 2 4 6 7 اهلي، 7 اهلي صح؟ صحيح. 7 اهلي ضد كام؟ 2 4 6، يعني المفروض ورا الاهلي اكبر ولا العين اكتر عدد؟ الناحيه الثانيه العين. العين لان هنا دول 6 ودول 7 صح؟ العب بقى، اشتغل. الاهلي قطع تمام. بص بقى، بص الاهلي بيروح ازاي والعين وقف، ارتداد العين سيء جدا. كمل كمل كمل، تعالى كمان هات الناس، بص بص المنظر، 4 على 4، وهتلاقي الكره الثانيه لو اتقطعت الاهلي، بص اللي جاي اهلي، احمد نبيل كوكا جاي من النص. فده اسمه التحول من الدفاع للهجوم، اعتمد على ايه؟ ودي هايله الحاله دي. قطع، اقف بقى هنا، اقف هنا. ارتداد نادي الزمالك ده السنه اللي فاتت، ارتداد نادي الزمالك بص عامل ازاي؟ كره اتقطعت في نص الملعب. طب عد كده يا محمودي كام؟ 2 4 6 مقاولين، 4 زمالك، 3 ده بره اللي ورا كابتن البنا تقريبا، ده بره اللعب، 6 على 3. هل ده معقول يكون ارتداد؟ والتحولات الهجوميه للمقاولين هايله. كمل بقى الكره دي، بص الراجل ده لان كل الناس بتاخد العين مش هيبص لحد خالص، هو يروح يجيب هو جون. ف تحولات هنا بقى، هل المقاولين كان قادر يعمل كده 90 دقيقه؟ لا طبعا، هي دي النقطه. هل الاهلي هنا برضو بص تحول، في بسطين بسطين جون، بس كواليتي السرعه بتاعت عمر كمال عبد الواحد، وكواليتي الفينش بتاعه حقيقي، وكواليتي الباص بوش رجل وسام ابو علي، هل الكواليتي ده موجود عند كل الناس؟ برضو لا. الزمالك هنا بتحولات بص سرعه غير عاديه، برضو تقريبا سيراميكا باين، مش عارف حظهم النهارده سيراميكا، ها زمالك بص سيراميكا 3 على 2، تحول برضو اللي راجع راجع متاخر. بص رجب نبيل راجع ومحمد عادل راجع متاخر. هنا دي بقى العكس، هنا سموحه فقط، ده تحولات بيراميدز هايله هايله. بص 3 على 2، بص قطه فين؟ فيستون مايلي، ابراهيم عادل، مصطفى فتحي، الكرة بتتقطع بيبقى فيها، ده منتخب مصر برضو قطعت الكرة، تحولات فرقة. بص بص محمد صلاح لمسة واحدة تريزيجيه جون، 3 ثواني. بالمناسبة هو ده اعتقادي ان الكرة اللي فاتت دي لو قدام اي فرقة جون، بالظبط، لان احنا اسرع من فكرة ارتداد اي حد، دي برضو نقطة بالظبط. ارجع معلش، ممكن نرجع بقى لدي علشان دي نموذج في الارتداد، ده الاهلي وسيراميكا صح؟ وسيراميكا اقف بقى، اقف هنا اقف هنا. هنا تحت الكوره كام لعيب من الاهلي؟ 3 هم تلاتة على خط واحد صح؟ على نفس اللاين. ده مين اللي هنا؟ طاهر. ها؟ احنا مسيطرين طاهر تنصيب جامد جدا، غلطان في الكوره دي، لان الكوره دي هو مش متخيل انها من هنا هتروح، الشناوي هيتعصب وهتبقى انفراد. دي بتاعت يوسف ايمن. برافو عليك. صح؟ برافو عليك. طاهر بقى لو ما تمشاش هنا ورجع سبرنت كان هو هيكون مكان مين؟ فاكر؟ لو ما تمشاش ورجع سبرنت، الباك رايت اللي دخل وكان كان طاهر هيبقى على، برافو عليك. بص طاهر بتمشى بتمشى بتمشى، بص وارتداد امام عاشور وحش، مروان وحش. بص بقى زلكة فين لما اكرم توفيق دخل وبدا الشناوي يعمل اللقطه الشهيره اللي هي
اسمع ما تروحش. طب ممكن اكون انا يا جماعه، ممكن بس انا عايز اسال سؤال فيها مهم يعني، بتاع الطاهر الاخرانيه دي، انا برضو كلاعب جناح ببقى باصص على المشهد، لا يعني اكملها كملها بالسرعه العاديه لغايه ما هتيجي الكره عند طاهر يعني، ما خلاص هو هنا بيتمشى اوكي، بس انا اكمل كمان شويه كمان يعني، هنا يا كابتن لما انا بكون جناح ممكن بقى هنا نقف تمام الصوره اتكامله يعني، انا كجناح هنا بشوف انه في اتنين لعيبه معاهم الكوره وفي اتنين معاهم واحد مغطي ورا واحد مقفل الناحيه الثانيه، هل هنا وانا جناح برضو لازم ارجع؟ لازم ارجع، هو انت ليك دور وانت بتهاجم وليك طب دور هنا العدد يعني هنا وانت بتدافع، استنى اتنين مع اتنين واتنين ورا لا ده ثلاثه، ده ثلاثه على اربعه مش كفايه، ما هو ثلاثه خلاص ثلاثه سيراميكا على اربعه اهلي صح؟ ماشي. وخلي اللي تحت اللي عند الحكم عند الكابتن بسيوني خلاص دول بره اللعبه كويس، انا لازم اعمل دوري الدفاعي والهجومي ليه؟ لان ده موقف اصلا متلخبط، هو فين الباك ليفت هنا؟ عارف الباك ليفت فين؟ لا قدام عند الكورنر هناك قدام صح؟ فده مين اللي هناك ده؟ ده سرد باك، ده رامي ربيعه، فهو المواقف كلها اللي في الوسط ده مين؟ يوسف ايمن اربعه، ده مين؟ اكرم توفيق، لما واحد هيتضرب خلاص فك، برافو عليه، انا لو واحد اترقص هيبقى خلاص انا كده، لكن طاهر هنا لو ما تمشاش وجيرس برنت قفل في القلب تمام، رجع على الطرف تمام، يبقى انا هو كل لعيب ليه مهمه في الناحيه الدفاعيه وفي الناحية، لكن اللعيبه بشكل او باخر يعني دور واحد لجناح التوقع. لجناح ما رجعش يعمل لك مشكله كبيره جدا، وكلها متركبه على بعضها، كلها متركبه على بعضها، بمعنى ايه؟ ان انت لو ما ترقصتش في الكوبري ده خلاص كنت ممكن تقطعه، طب لو انت لعيب برضو من الكاتيجري الكبير بقى اعمل فاول تكتيكي، هاخد انذار، خد انذار بس مش هتروح جون، فانا برضو تاني بلعب مين؟ فين؟ نتيجه كام؟ التوقيت امتى؟ يعني دي لو في مباراه 0-0 لا خد انذار انت هتتغلب، لكن انا مثلا كسبان 5 خلاص ماشي ممكن حد تاني يشيل وهكذا، طب انا واخد انذار ولا مش واخد؟ هطرد ولا لا؟ بلعب فين؟ في انهي بطوله؟ نهائي ده؟ كلها حاجات لكن الاصل فيها ان كل واحد لازم يعمل شغله. الضرب يحيى عطيه الله هناك عند الكورنر، والضرب حسين الشحات، وخط الضرب كامل وسام ابو علي خط الهجوم، يبقى انا لازم اللي يقدر يرجع يرجع بسبرنت، مش هتخسر حاجه 20 30 متر سبرنت، لكن تحول عند الاهلي هجوميا بيرفكت طبعا، دفاعيا شويه المسائل محتاجه تتظبط، الاهلي طبعا هايل في كله، بس احنا دايما هتلاقينا انا وفريق الاعداد على طول دايما بندلل باهلي وزمالك وبيراميدز طبعا، مش عايزين نخش في الفرق الثانيه علشان في الاخر خد بالك كل الفرق بتعمل تحولات قويه جدا وعندها ارتدادات، بس احنا جايبين الثلاث انديه دول كمثال لل يعني ريال مدريد وبرشلونه وليفربول يعني دول اقوى عندنا. دول اقوى حاجه عندنا، فبالتالي كل دي تحولات هجوميه، معرفش معانا الارتدادات ولا لا كمان يال. برضو حالات حلوه قوي يال. وحالات تبين ان انت في الاخر برضو هنا بص برضو هنا ارتد، بص الباك ليفت بودي ارتد قوي جدا علشان يلحق، فتمام تمركزاتهم كانت كويسه لحقوا يرجعوا هنا برضو ال سيراميكا برضو بيحطوا الكوره، ارتداد الاهلي برضو كويس جدا، رجعوا خلاص الدنيا برضو تمام ماشي، بص 4-2 فهنا في ارتدادات اشتغل وبشكل كويس جدا فيها، ده ماتش المغرب ومصر، مصر والمغرب، ده هنا عايزين نقول حاجه تانية خالص، اتفضل ان يكمل الهجمه لغايه لما يرجعها ماشي، بس وقف بس يلا. الموقف ده صح على دفاع منتخب مصر؟ غلط لا. تماما، لان لا. ما ينفعش يبقى في الجنب هناك 2-3 صح تمام، هنا اللي راجع 18 في 1 مع 2 ده خلاص ده ده اللي هنا ده الباك رايت، وكباكا هنا دخل كرقم 6 في القلب ماشي، مع ان هو ما معهوش حد بس ماشي، هو مكانه ده البوزيشن بتاعه ده صح، هنا اللي متاخر الجناح، شايف الجناح اللي قدام ده خالص اللي راجع من ده راجع راجع، والنتيجه كام؟ 1-1 في الدقيقه كام؟ 67 لازم ترجع، لازم ارجع، لازم اخلي 3-3 عشان الراجل 18 او 19 اللي جنب الحكم يبقى معاه 16 بتاع المغرب و10 معايا الباك رايت، وتبقى الدنيا مقفوله وعندنا واحد بس زياده بيغطي، لكن هنا الراجل كمل بقى استلم، ده اضطر يروح معاه، ده شايف الناس جون جون في اي حته جون يعني يعني الطبيعي انها جون، هم لعبوها علينا صح يعني، زياده العدديه اتلعبت علينا صح في دي، لانك ممكن رجعت انا يا جماعه يعني معلش، اصل انت لسه كنت بتقول لي حاجه اهو
يعني نرجع لها تاني بعد اذنكم. بس ده تاكيدا للكلام. يعني في القطع هنا هم في ثلاثه رايحين ممكن اقف. هتلاقي بس اقف ده ثلاثه بالظبط. تمام كده. الارتداد بتاع الناس اللي قدام هيتمشوا صحيح. مع ان المفروض يرجعوا سبرنت لان انا خلاص انا في الدقيقه 67. هنا بقى على بال ما واقف بس على الكوره كان خلاص التالت جه وشايف التحولات الهجوميه صحيح. التالت جه بسبرنت ولكن احنا ما بنجريش. خد بالك هتلاقيها في اغلب لعيبه الكره المصريه مفيش حد بيغير في حاجه اسمها تغيير السرعات على حسب الخطوره. مفيش حد بيغير السرعه. يعني امشي كده قول لي واحد يجري سبرنت. بص مفيش كله مفيش سبرنت. لا هات اي جون مش دي. هات اي جون هتلاقي خط الدفاع على طول بيجري جريه عاديه. مع ان انت المفروض في التلت الاخير بتاعك تبتدي بقى تاخد السبرنت. فحالات بتاكد 100% حلوه جدا اللي فاتت. هنا برضو ارتداد سموحه بشكل كويس. رجعوا بشكل كويس وقفلوا والعدد كويس جدا خلاص طلعت مفيش مشكله. ففكره ان انت علشان كده الكره الاوروبيه ده اللي بيحصل على طول. انت بتلاقي بره طاق سبرنت يقف في مكانه ما معهوش حد. هو ده مكانه اللي يجي بعد كده لو ما جاش حد انا عملت الصح حقيقي. وهكذا. فالتحولات دي غايه في الاهميه. الناس ممكن ما تبقاش واخده بالها منها وهي بتتفرج على المباراه لكن حاجه في غايه الاهميه الارتداد من الهجوم للدفاع او التحولات من الدفاع للهجوم. طيب شوط بقى اخبار خلصنا الكوره نخش بقى على شوط الاخبار اللي هي بنعدي عليها في الاخر. يعني اولا انت متابع اكيد مش عايز اسميها ازمه معرفش اسميها ايه الحقيقه يعني بس تعالى نتكلم فيها. خالد عبد الفتاح كان بيهني مروان حمدي بعيد ميلاده وبعدين مسح الستوري وبعدين نزل بيان اعتذار من النادي الاهلي على لسان خالد عبد الفتاح انه الراجل اخطا يعني وكان حسن النيه ان هو بيهني لعيب بعيد ميلاده. طبعا الاهلي بيستند هنا على انه مروان حمدي في مشاكل بينه وبين الاهلي كان في قضيه وفي يعني مشكله بين اللعيب وبين النادي وتلفظ على جمهور النادي وما الى ذلك يعني فاتقفل الموضوع. القصه دي اخبارها ايه؟ انا بشوف دايما ان هي في الاخر الرياضه اخلاق. الرياضه تسامح. الرياضه معموله ان انت تنمو باخلاقك وان انت على طول دايما تحس ان اللي قدامك كسبك فانت تتمنى له التوفيق وتبارك له. فعلى هذا الاساس الشيبي اتصالح مع حسين الشحات. مروان نفسه اعتذر لجماهير النادي الاهلي. فبعد لما مروان نزل اعتذار الجمهور المفروض يسامح. خالد عبد الفتاح اللعيبه محمودي بتتعامل مع بعض بشكل مختلف خالص. اللعيبه دي كلها في اعياد بعض في جوازات بعض تلاقيهم بيرقصوا في فرح بعض في احزان بعض. تلاقي اللي بيشيل الخشبه بتاعت والده زميله الاهلاوي او الزملكاوي. الولاد دول كويسين جدا مع بعض. فكرة ان بيحصل مواقف عارضة عايزين احنا نترفع عن كده. يعني دايما نشوف انت بيعجبني كمان فيك وفي بعض الزملاء ان دايما يجيبوا الحاجات الايجابية. هات الحاجات الايجابية. شوف لما ربنا يا رب يقومه بالسلامة محمد شوقي يا رب ربنا يسترها معاه ان شاء الله. شوف الدنيا اتقلبت ازاي. شوف كل لعيبة مصر. شوف الازمة بتاعت امام عاشور. شوف الازمه بتاعت فتوح. شوف الازمه بتاعت لعيبه الزمالك. القصه ان انا شايف ان الرياضه اخلاق. ف مروان حتى لو المسائل فيها قضايا فيها اللي فيها انت شايف انه انا شايف عدي الكلام طالما ان اللعيب اعتذر التسامح. يعني طالما احنا في الاخر كلنا بشر كلنا بشر وكلنا خطائين والراجل اعتذر ويبقى في تسامح اكتر من كده. طيب دي حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه يعني خبر منتشر بقاله كام يوم يعني نتعرض ليه سواء حصل او ما حصلش يعني عن مغادره مشلاك الزمالك في يناير. يعني كي. فكره رحيله عن الزمالك. وانا هنا عايز اعمم الفكره. يعني لو انت جالك لعيب انت جربت فيه كذا مباراه وبقى عندك قناعه انه مش مناسب الفرقه ده لو حصل هل الحل هنا تصبر عليه لحد اخر الموسم ما ينتهي فيبقى خد الفرصه كامله وعد على كل حاجه ولا تبدا تسوقه علشان تقدر تجيب حد مكانه عشان الموسم ما يهربش منك؟ لا انا مع الحل التاني. يعني في الاخر طالما المدير الفني هو قاعد وطالما هي الكره كده الكره ساعات بتبقى قفلت مع حد وده بيحصل مع نجوم كتير. يعني بادجي راس حربه اللي جه الاهلي الطويل جدا ده خرج من الاهلي كسر الدنيا مثلا. ممكن لعيبه تيجي
بتقفل معاها، بتقفل معاها خلاص، هو مش قادر يقدم لا يمشي في يناير عادي، بالعكس انا استفيد من المكان واجيب حد تاني ممكن تكون ظروفه احسن. وده حصل مع أسامة ابو علي، في 6 شهور بقى هداف الدوري، فبالتالي ما فيهاش ادنى مشكله خالص خالص ان هو ممكن يغادر ويجي، لان هو في الاخر هو لعيب اجنبي. فانا ممكن اجيب لعيب اجنبي يديني مردود اعلى طالما هي قافله معايا، ما فيهاش حاجه، وارد جدا، وهو لعيب سريع جدا، لكن كورته مش ماشيه مع الزمالك، تحس ان هو مش متجانس مش متاقلم. حتى احنا فاكر الحاله اللي وقفناها في الدقيقه كانت حاجه و40 لما نزل في مباراه الاهلي، وحتى قال تقريبا دونجا او حد، كنت لازم تحطها لي من ورا المدافع، كنت هروح للجون. يعني حتى مش ماشي كورته، مش ماشيه مع الزمالك، خلاص ما فيهاش حاجه، بتقفل طبيعي. لكن انا مع انصار الحل الثاني، ان انا لو في عرض واسوقه واجيب لعيب تاني ده احسن. طب هل لعيب زي ده ممكن ينفع معاك في انماط معينه زي التحولات اللي كنا بنتكلم عنها؟ 100% طبعا ممكن يروح لكاتيجري اللي هو الانديه اللي بتقفل بتقفل مع الزمالك نفسه. لا مع الزمالك لعب تحولات في مباراه برضه ينفعك طبعا في بعض الاوقات. 100% انت لو بتلعب في افريقيا وانت كسبان والفرقه بتهاجم، عندهم طبعا كوارث دفاعيه، عندهم تمركزات سيئه جدا، ممكن تضربهم. اقول لك على حاجه، اغلب الفرق حتى المصريه لما بتكون مغلوبه بتهاجم يعني بشراسه وبعدد كبير جدا، وساعات ببعض العشوائيه، يقدر جدا جدا في اوقات معينه تلعب على التحولات والسرعات، لكن في الاخر خلاص هو يعني خد بالك السرعات عند لعيبه كتير جدا، يعني هي مش هتقف مفهوم. يعني حتى انت لو في لعيب من الناشئين ممكن يبقى سريع فانت مش جايب اجنبي عشان مش جايب اجنبي عشان جزئيه صغيره في تلت ساعه في ربع ساعه. طيب على ذكر دي انا هرجع بس خطوه لمحمد السيد اللي كنا لسه بنتكلم عنه. محمد السيد بالنسبه للزمالك في الوقت الحالي، لانه جوميز يبدو على قناعه كبيره بيه لدرجه انه انا اعرف الجوميز في النقاش من النقاشات يعني كان بيسال على موضوع نص الملعب، انه طب عبد الله لو مش موجود مين هيطلعك بالكوره، طب يمين شمال، فعد للناس اسماء اللعيبه اللي في نص الملعب وذكر ان محمد السيد بالنسبه لي هو عنصر موجود من العدد، مش هوديه اعاره، مش هبيعه، مش مركون ان هو رقم 6. فهل محمد السيد مدي ضمانات لفرقه زي الزمالك ان هو يتم الاعتماد عليه وياخد دقايق ويبدا يشترك ورجليه تتقل في الملعب؟ بص هو لازم، هو في الاخر الناشئ لما بيطلع المفروض يطلع على فرقه هي تقيله عشان يشيلوه، ومعاه عدد كبير من اللعيبه الثقيله. ده مش موجود في نادي الزمالك، لان الله يكون في عون قصه القيد، لو لقيت باك رائع عمر لما يتصفى تضطر تجيب محمد شحاته تحطه هنا سرد باك لو اتعور، يعني الدنيا مش افضل حاجه مع اصابه احمد حمدي، مع اصابه ناصر، مع اصابه زيزو، الموضوع مش افضل حاجه. فالمفروض محمد السيد لما يطلع يكون اللي حواليه وحوش، فهو يظهر جنب دونجا، جنب عبد الله السعيد، قدامي زيزو، قدامي قصه كبيره. فبالتالي انا اشوف ان في بعض المواقف تستحمل ان الناشئ ده ياخد وياخد بقى على طول. ممتاز. ده حصل لنا يعني. بقى فين في الملعب؟ يعني هنا انت برضو بتلف الزمالك في دايره مفرغه، انه عبد الله لو مش موجود محدش بيطلع الزمالك بالكوره، وعبد الله ما يلعبش وعبد الله ما يلعبش زي الماتش اللي فات. كابتن حسن مصطفى كان معانا الاسبوع اللي فات فقال ان جوميز كان بيحاضر المدربين في الرخصه ايه فسالوه قال لهم انه عبد الله 10 ما يقدرش يرد فعلا، فانا بلعبه 6. سلام عليك، سلام عليك يا وليد صلاح الدين. سلام عليك. طب ولعبوا 10 ليه في ماتش سموحه؟ يعني كتجربه. ما عندوش حل. هو ما عندوش حل بالظبط، هو كان عنده دونجا وشحاته فما عندوش حل خلاص، هو الراجل يعني صحيح. بس انا بشوف ان كان شحاته يقدر يلعب هو اللي زي ما انت قلت ده المره اللي فاتت. طيب محمد السيد بقى في اي مكان يجوز؟ يعني هل مكان عبد الله يقدر يجرب فيه بما انه الفيجن كويسه على الـ على الـ على الملعب، ولا سوء الباس الاخير يخلي هنا في ريسك؟ بص انا هو مهم جدا جدا مع عبد الله في ترتيبك انت ان يستحيل يفضل عبد الله كده بيلعب ال 90 دقيقه كلها، ده مش منطقي. انا في بعض المواقف وبعض المباريات لازم عبد الله يرتاح وينزل، فمحمد السيد ده لو خد جنب دونجا 60 دقيقة ساعة
وعبد الله يفنش النص ساعه، انا ما اعرفش امكانيه ده ايه. يعني هل عبد الله ممكن يزعل من كده، او ممكن يرضى، او ممكن يبقى فيه، لا سيبك من الزعل، بس كشكل تبقى عامله ازاي؟ لا كشكل فني لا، ممكن ملعب. جدا ممكن جدا. دونجا ستة جدا، محمد قدامه، لا محمد جنبه، يعني هو بيطلع زي عبد الله بالظبط، وقدامه النصر، وقدامه النصر ممتاز. فانت هنا هتبقى نزلت بمتوسط الاعمار، الجري زاد قوي، هو انت بتصعد لاعب ناشئ، بتديله علشان مواقف كتير، هتقطع منه الكرة كتير، هي ممكن يلخبط شوية، لكن في الاخر فكرة التقييم، عشان احنا عندنا كارثة في التقييم. محمد طاهر لازم يمشي من الاهلي مثلا، ده زد طالب طاهر، محمد طاهر من الاهلي، يا سلام، يا ريت، يا خدوه وخدوا قفشه كمان. طاهر ده احسن واحد في مصر، تحول لظاهره. طاهر ده هو يتحط، وفرقه الاهلي تتحط عليه. نرجع تاني، طاهر لو ادى ماتشين وحشين، طاهر لا هو الراجل امبارح قال لك والله هو انا زي ما انا، ولا عملت حاجه زياده ولا كلت اكله زياده ولا اي حاجه. فانت في حاجه اسمها معايير تقييم اللاعب، زي معايير تقييم المدرب، زي معايير تقييم المحلل المقدم. محمد السيد خامه كويسه، وخامه لعيب كوره كويس، تديله وتبقى انت مقيمه على كده، شويه بشويه هيزيد. ماشي. الحلقه الجايه مع كابتن وليد الاسبوع الجاي فيها مفاجاه، الراجل دخل لنا النهارده بهديه ان شاء الله يتم التعامل معاها في الوقت الحالي، فاستنوا حلقه الاسبوع الجاي مع كابتن وليد ان شاء الله يكون فيها مفاجآت كتير. نورتنا نجم وشرفتنا، حبيب شكرا حبيب جزيلا ليك حبيب. كانت دي حلقه النهارده، استنونا بكره باذن الله في حلقه جديده من هاتريك في تمام 11 مساء. لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحيه من استديوهاتنا في القاهره، والى اللقاء.